مساء الخير وحلقة جديدة من جسركم، جسر التواصل اللي بيننا واللي بنربط من خلاله، بنربط الجاليات العربية كلها مع بعض، وبنرتبط كلنا خصوصا في هذه الأوقات الصعبة جدا علينا كلنا وعلى العالم كله، ويمكن في الولايات المتحدة الأمريكية أصعب شوية من أي بلد تانية في العالم، لأنه للأسف الأعداد الإصابة بالكورونا تخطت أعداد غير طبيعية، يعني أكثر من 3 مليون مصاب في الولايات المتحدة الأمريكية، والعدد يزداد، أكثر من 133 ألف حالة وفاة إلى الآن. فيبدو أن في شيء غلط أو خطأ في إدارة هذه الأزمة، يعني هذه الأزمة لا تدار بالطريقة الحكيمة، لأن بعض الدول الأخرى واللي هي منبع هذا الفيروس الصين أصبحت العملية بدأ عندها تعود الحياة الطبيعية بس بترتيب وبنظام. في بلاد كثيرة بتروح المطار بيشوف في المطار، بيكشف عليك، بيشوف درجة الحرارة، بيشوف مش عارف ايه، بيعمل سبراي بالمطهرات. الكلام ده ما بيحصلش في أمريكا، للأسف ان الكلام ده ما بيحصلش في أمريكا، فأصبح المسؤولية بتتركز عليك كشخص، على الشخص نفسه، على رب الأسرة، على ربة الأسرة، على الناس اللي هي الناس تخلي بالها على نفسها. ما فيش قوانين ولا لوائح ولا إجبار على أنه يكون في حظر في هذه الأيام الصعبة. ممكن تخرج وقت ما أنت عايز، بتيجي وقت ما أنت عايز. في صحيح الماسكس، كل المباني والمحلات بيقول لك لازم تلبس ماسك، ولكن ما فيش نوع من أنواع الانفورسمنت للموضوع ده، يعني ما بي يعني لو واحد مثلا ناسي الماسك ممكن يعدي، مفيش مثلا ان هم مفيش ضغط على هذه المواضيع الهامه جدا، وللاسف الاعداد بتزيد. يمكن الولايات اللي احنا كنا بنقول عليها اقل نسبه اصبحت اكثر بكثيرا، ويمكن نيويورك ونيوجيرسي ومنطقه النورث ايست كان فيها يمكن الاصابات كثيره، فبدانا او بدا المير والجوفرنر هنا ياخدوا قرارات حاسمه وحازمه في وقت ما، فده يمكن قلل من الاعداد واصبحت اقل من الولايات الاخرى. فاصبح دلوقتي يمكن في 32 او 33 ولايه الاعداد بتزيد بطريقه مضطرده فيها. فلوريدا اصبح غرف العنايه المركزه في فلوريدا مليئه بمرضى الكوفيد 19، ما بقاش في مكان لشخص يروح عناية مركزة في فلوريدا. في كاليفورنيا الأعداد بتزيد، في تكساس الأعداد بتزيد، وفي ولايات الأخرى ساوث كارولينا واريزونا ونورث كارولينا. فلابد ان احنا كل واحد ياخد باله من نفسه بقى، يعني الحكومة يمكن هنا هل الدستور هو عائق، هل الرايتس اوف فريدم هنا انه ممنوع ان هم يفرض عليك شيء معين، ده اللي احنا يمكن النهارده هنناقشه في حلقتنا الليله، وهنناقش في اشياء كثيره هنناقشها النهارده في حلقتنا. هيبقى عندنا ابديتس من مستشاركم القانوني اللي هو هيكون معايا معظم هذه الحلقه، الاستاذ محمد السواعيري، وهو ايضا ناشط ومن احد رواد الجاليات العربيه بالولايات المتحده الامريكيه. هنشوف هناخد هيبقى عندنا ابديتس اللي بيحصل في البيت الابيض، في اروقه الحكومه، ايه الموضوع بالظبط؟ هل موضوع الديمقراط والريببليكان والخلاف اللي بينهم ومكسب الانتخابات طغى على الاهم، وهي الازمه التي تمر بها الولايات المتحده الامريكيه؟ هيبقى في عندنا ابديتس عن اللي بيحصل في الولايات الاخرى، في ابديتس عن الاميجريشن وما حدث في قوانين الاميجريشن واللي بيحصل الفتره دي، وهنشوف حقيقه انه فعلا هل الشخص اللي هو معاه فيزا زياره او سياحه او كده يقدر يجي الولايات المتحده الامريكيه، هل منع فعلا ان الامريكان سيتيزن او اي حد من امريكا يروح على اوروبا، هنشوف الكلام ده. الاستودنت فيزا، هل فعلا ما تم منع الاستودنت فيزا اللي احنا بنسمعه ان الاستودنت فيزا اتمنعت، ما بيدوش لطلبة كتير؟ فهنشوف برضو ابديتس للكلام ده. المحاكم
وطبعا في اكيد في مصالح لناس كتيره جدا موجوده في المحاكم، وفي قضايا لابد من الفصل فيها والمحاكم مغلقه لمده 4 شهور. ايه الوضع؟ هنتكلم فيه اكتر. هنتكلم عن فتح البيزنس والمحلات ومكاتب المحامين ومكاتب الخدمات، المكاتب المحاسبين والمحاميين والاطباء وكل الاشياء دي كلها. ايه اللي المفروض يحصل في هذه الفتره اللي احنا يمكن قلنا انه يمكن الحياه ترجع، احنا في طريقنا ان الحياه ترجع للوضع الطبيعي. للاسف ده مش هو ده الوضع اللي احنا شايفينه في امريكا في على مستوى الولايات كلها، ولكن في بعض الولايات اللي بدا فيها الاعداد تخوف. يمكن الولايات دي ما خدتش حذرها، ما قفلتش في الوقت المناسب، زي مثلا في تكساس، زي في كاليفورنيا، زي فلوريدا، الناس طلعت على الشواطئ، الناس طلعت تجمعات، كل الكلام ده كله بيعمل تأثير سلبي وتأثير رجعي للي بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. هنشوف ايه التأثير ده على الاقتصاد، عايزين نعرف تأثير وابديتس ايه الاقتصاد، احنا رايحين فين وجايين منين، الانيمبلويمنت هل هيقف فعلا، مساعدة وإعانة الناس اللي ما بتشتغلش هتقف على آخر جولاي، اللي هي الزيادة اللي كانت أكثر من المبلغ اللي هو حضرتك أو حضرتك بتاخده من الانيمبلويمنت، كان في زيادة تصل إلى 600 دولار زيادة في الأسبوع على هذا المبلغ، ولكن على حسب ما احنا بنعرف إنه المبلغ ده هيتوقف من آخر من جولاي، من اخر جولاي، من اخر الشهر ده، ولكن الانيمبلويمنت المبلغ اللي هو الاساسي مستمر، هو في الحقيقه بيبقى 6 شهور ولكن هو امتد لمده سنه. فهنعرف حقيقه الكلام ده كله هيكون بعد 4 شهور طبعا من العزل والناس كتيره قعدت في البيوت، في ناس كتيره ما خرجتش خالص، يعني في فعلا ناس ما خرجتش خالص وده الافضل، ولكن في تاثير سلبي لقعدة البيت. هنشوف ازاي قعدة العزلة وسواء الغير مصاب وممكن عنده تخوف لما بيشوف الاخبار بيسمع الكلام اللي احنا بنقوله ده، في ناس بيجالها فوبيا، خوف من الاصابة بهذا المرض اللي لحد دلوقتي ملوش اي علاج، ملوش اي فاكسين، مفيش اي شيء. وبعدين العمر والسن كنا بنقول قبل كده ان هم كبار السن، لا ما بقاش كبار السن بس، في كبار السن هو طبعا النسبة الأكبر، ولكن في ناس في الأربعينات وفي الثلاثينات وفي العشرينات وأقل من كده. أيضا المدارس وقرار فتح المدارس والاختلاف اللي بين الديمقراطيين والجمهوريين على فتح المدارس، رئيس دونالد ترامب النهاردة قال المدارس ما فيش مشكلة انها تفتح لأن الولاد عندهم مناعة قوية. طبعا ده كلام يعني احنا نقول عليه بالمصري كده كلام بلدي، ما ملوش اي علاقة ولا له اي شيء يربطه بعلم او بدراسة. لما انا اقول انه علشان الولاد المناعة بتاعتهم قوية يعني افتح المدارس واضم الولاد مع بعضها، المدارس دي بتضم اولاد، بتضم اولياء امور، فيها مدرسين، فيها عمال، في ناس كثيرة من أعمار مختلفة. فهل فتح المدارس ده هيكون صحيح ان هم يفتحوا المدارس على سبتمبر؟ مير دي بلاسيو في نيويورك قال ان هو عايز يعمل سيرفي ويشوف لو البيرنتس او اولياء الامور هيوافقوا على فتح المدارس، لان فتح المدارس ومش مجرد بس ان الولاد بيروحوا المدرسه، لا ده في فتح المدارس معناه فتح الاقتصاد، معناه رجوع البيزنس، لانه في ناس بتودي ولادهم المدرسه وبيروحوا الشغل، فلو الولاد دول ما بيروحوش المدرسه مش هيروحوا هم الشغل. فيعني لها تاثيرات غير مباشره فتح المدارس او غلق المدارس. فطبعا عايزين نتكلم في الحاجات دي، عايزين نناقش النهارده في حلقتنا مع متخصصين عن الانعكاس النفسي على الناس، سواء اللي كان قاعد في عزلة، سواء اللي أصيب بالكورونا حتى وشفي منها وتعافى منها، وضعه وحالته النفسية إزاي. هنشوف إزاي نعالج هذه الفترة الصعبة جدا واللي هي يمكن مستمرة معانا، وأحيانا
بيبقى عندنا يعني بتيجي على الواحد وقت بيقول يعني وبعدين يعني النهاية فين. فده هنعرف تفاصيل أكثر من متخصص الدكتور، هيكون معنا الدكتور نبيل رزق وهو طبيب ومتخصص في الأمراض النفسية والعلاج النفسي بطرق مختلفة. أيضا وجودنا في المنزل أو وجودنا في البيت أو وجودنا في العزلة والغالبية العظمى ما بيخرجش، يعني في ناس بتخرج بيقولك لف حوالين البيت، لكن ناس ما بتخرجش، وفي ناس كانت بتتعالج طبيعي علاج طبيعي. فهل العلاج الطبيعي ده ينفع يتعمل فيرشولي؟ هل يتعمل افتراضي على التليفون وعلى زوم وعلى الفيديو وعلى الكلام ده كله؟ هل لابد ان احنا علشان ما نصابش بامراض اخرى ان احنا لابد ان احنا يكون نمارس اشياء ولو بسيطة جدا من الرياضة؟ وهل اللي من لا يستطيع انه يلعب رياضة او يمشي او ايه اللي هو ممكن يعمله؟ والناس اللي هي اصابت مثلا في البيت حتى في وعكة في رجله التانت مش عارف بيحتاج لعلاج طبيعي، ازاي اتصرف في الامور دي؟ معظم الاطباء صعب جدا الوصول، وختم ان انا اخد معاد من الطبيب واروح اشوفه فيس تو فيس، عمليه فيها اصبحت في بروسس، في اجراءات لازم امشي من خلالها، اصبح حتى التليفونات يعني حضراتكم تتكلم هنا دلوقتي رجعنا لايام مثلا من 30 40 سنه واكثر، يمكن بتتكلم بالتليفون بيحطوك على الهولد بالساعه وبالساعتين وبالثلاثه علشان تقدر تخلص مصلحه، بيقول لك ادخل اونلاين، مش كل حاجه بتخلص اونلاين، وفي حاجات لابد ان انت تكون بيرسون تو بيرسون يعني شايف اللي قدامك، المحلات يعني اشياء كثيره جدا 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 متعلقه بهذا الفيروس اللعين اللي خلى الناس مش بس تنعزل ويقعدوا في البيت بس، لا ده هم بداوا ينعزلوا بمشاكلهم بحياتهم، اصبح يمكن على مستوى الدول كل دولة بتفكر في وضعها في تفكيرها الوضع المحلي لها، أصبح الاهتمام بمشاكل الآخرين بعيد شوية، يمكن ده يكون له مميزات أو عيوب، ولكن هو في الآخر أن أنت بتهتم بدولتك، بتهتم بمجتمعك، بتهتم بالمكان اللي أنت عايش فيه، بتهتم بأسرتك، فأصبح المشاكل الأخرى بقت صغيرة جنب مشكلة الفيروس اللي هو أصغر ما يمكن اللي هو مش شايفينه خالص قدامنا ولكن بنشوف تأثيره. فطبعا ده يعني يمكن بيدينا أشياء كثيرة ممكن نتكلم فيها بعدين، بس ربنا يزيح عننا جميعا هذا الوباء والبلاء. أيضا هيكون معنا دكتور علاج الطبيعي وهو طبعا يعني بي اتش دي في العلاج الطبيعي بطرق كثيرة وعديدة على وخبير بالولايات المتحدة الأمريكية، يكون معنا الدكتور جمال موسى ويشرح لنا بالظبط واحنا قاعدين في البيت ايه اللي المفروض نعمله، ايه اللي المفروض يتم سواء لكبير السن، للأطفال، للمرأة، للرجل. هنتكلم في الأشياء دي كلها، هنشوف هل تأثير هذه الفترة على الأطفال 3 سنين و4 سنين و7 سنين ممكن يأثر عليهم مستقبلا، هنشوف الكلام ده كله هنناقشه مع ضيوفنا. وهيكون معنا طبعا في هذه الحلقة بعد هذه المقدمة هيكون معنا الأستاذ محمد سواعيري اللي هيكون دايما يبقى فيه أبديتس على كل ما يحدث حوالينا، هو رجل مطلع ناشط سواء على مستوى الجالية العربية سواء على مستوى السياسي الحكومي على المستوى القانوني طبعا، فهو مستشار قانوني، فمستشاركم القانوني وكلنا بنحب نسمع له وكلنا بنثق في تعليقاته وفي الكلام اللي هو بيقوله دايما، فهيكون معنا في معظم الحلقة كلها هيكون معنا الأستاذ محمد سواعير، وبين الفقرات هيبقى في أبديتس كتيرة، وبتمنى أن حضراتكم اللي عنده أي سؤال اللي عنده عايز يتكلم في أي حاجة اللي عنده أي اقتراح
ان هو يتصل بالتليفون اللي بيظهر على الشاشه اللي هو رقم تليفوننا حضراتكم كلكم عارفينه 718-227-4200 يعني هنطلع لفاصل حاليا ونبدأ أولى فقراتنا أو يكون معنا الأستاذ محمد السواعير ونشوف إيه اللي في قبعة محمد السواعير بعد الفاصل. فاصل ونعود، ابقوا معنا. Cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at irusa.org. 25 years together. العروسة بتحب أخوه very low. أني أخ فيهم؟ مش قلتلك واطية فظيعة. The husband will come back to life. Yeah, sure. I'll bet you half the money in the safe. It's okay. The brother's gonna fight it out. You call this a fight? Well, keep your eyes on Ramadan shows with Dish. Save $120 over 2 years with packages starting at $24.99 a month. All the Arabic channels you love only on Dish. مستنياك روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. مرة أخرى أعزائي المشاهدين ونبدأ حلقتنا الليلة. طبعا المواضيع عندنا ساخنة جدا 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 وقرارات وقوانين ما اعرفش اذا كانت مدروسه ولا لا. خلينا ارحب بمستشاركم القانوني الاستاذ محمد السواعير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله بقى يعني هتعبك معنا شويه الحلقه دي لان في مواضيع كتيره وفي اشياء كتيره جدا. انا عارف ان انت حتى في المكتب عندك العمليه سخنه كتير على الاميجريشن واللي بيحصل. والله يعني احنا بهاي الفترة نمر بأحداث يعني عالمية صعبة نتيجة الكوفيد 19 إضافة للقرارات اللي اتخذت من قبل الرئيس ودائرة الهجرة جعلت الوضع القانوني يعني في حالة من العشوائية وعدم التوازن. طب نبدأ بأول حاجة موضوع الستودنت فيزا ده. نعم. إيه الحكاية؟ يا سيدي الفاضل في بداية هذا الأسبوع بيوم الاثنين صدر تصريح صحفي عن دائرة الهجرة وهذا التصريح بيسكلي قرر انه او يعني افاد انه الطلاب اللي منتمين الى جامعات والجامعات حولت الى نظام التعليم عن بعد بواسطة الانترنت او الزوم او سكايب بزنس هؤلاء الناس اذا كانت الجامعة او الكلية اعتمدت التعليم عن بعد بشكل كلي يجب عليهم مغادرة البلاد. يعني لو الجامعة قررت ان السنة اللي جاية دي
هتبقى اونلاين فولي اونلاين. نعم. يبقى الستودنت يمشي لازم يطلع من البلد. طبعا القرار حكى انه في استثناءات، انه الاستثناء اذا كان الكلية فيها نظام اسمه هايبريد اللي هو مختلط، يعني في بعض الكلاس تكون موجودة اونلاين، في بعض الكلاس تكون موجودة بشكل شخصي. هذه الجامعات مستثناء، لكن الجامعات اللي فولي اونلاين طلابها لازم انهم يغادروا. طبعا هو القرار برضو تكلم عن مسألة انه الطلاب بامكانهم ان يحولوا نوع الفيزا من فيزا طالب الى فيزا زائر او الى اخره الى نوع ثاني حتى يتمكنوا من البقاء. لكن يعني زي ما انت عارف اخ محمد، المسألة غير مدروسة نهائيا من ناحية قانونية. صحيح. لانه اولا المعاهد والجامعات اللي منتمين لهم الطلاب هي مراكز يعني من ناحية تجارية مراكز استثمارية وماني ميكينج. فانت لما بشكل مفاجئ يعني تصدر قرار مثل هيك وتحرم هاي الجامعات من مصدر دخل كبير، يعني علما بانه الطالب الاجنبي يدفع اضعاف الطالب المحلي من ناحية الرسوم، اضافة لانه هؤلاء طلاب يديروا عجلة الاقتصاد. يعني فانت عندك طلاب هم مستأجرين وهم عندهم سياراتهم وهم عايشين في الدور ما عايشين في الشقق، هم عايشين بالدورة الاقتصادية للبلاد. فانت لما فجأة تقطع الشريان الاقتصادي هذا راح يأثر على الدورة الاقتصادية، راح يأثر على توازن الجامعات والمعاهد من ناحية مالية، اضافة انه انت يعني ناس الطلاب مقتبل عمرهم جاءوا من دول بعيدة اعتمدوا على وعد الحكومة الأمريكية انها تسمح لهم الدراسة فيها، قاموا بإنفاق مبالغ طائلة حتى وممكن يكون في بلده مثلا الانترنت او الاونلاين مش متوفر مش متاح. زي ما مش متاح زي هنا، فده هيبقى وضعه ازاي؟ وبعدين هو الطالب ده دلوقتي ممكن مستقبله يروح. نعم، يعني هذا الكلام يخليك تشعر انه القرار يعني صدر بطريقة غير مدروسة، حتى من ناحية قانونية ودستورية تشعر انه القرار يعني يلمسه يعني يفقدوا اللمسة القانونية والنظرة القانونية الثاقبة. لذلك انا اعتقد انه القرار يعني بالتأكيد راح يكون تم الطعن فيه، واذا تم الطعن فيه امام اي دائرة اي يعني اي محكمة فيدرالية من الدرجة الاولى راح ممكن انه يوقف تنفيذه. طب حاليا دلوقتي القرار ده واجب التنفيذ؟ طبعا القرار مجرد هو مش قرار يعني هو مش قرار رئاسي، هو عبارة عن بوليسي تعليمات يعني بالتعبير العربي. يعني التدرج القانوني هو القانون وبعدين القرارات وبعدين يجي التعليمات. فهو يعني على درجة التعليمات لأنه صادر من دائرة الهجرة، فبالتالي أنا بنظري أنه هو مخالف للدستور والقانون والمبادئ القانونية الراسخة والمستقرة واللي هدفها أولا وآخرا تنظيم حياة الناس بشكل مستقر. فبالتالي أنا أتصور أنه من ناحية اقتصادية هو غير صحيح، من ناحية اجتماعية غير صحيح، حتى لسمعة الولايات المتحدة الأمريكية هو مش ما يعني مش صحيح. طيب ده بالنسبة للستودنت، بالنسبة للناس اللي هي دلوقتي قاعدة هنا والآن أن هي ترجع بلدها وكانوا قاعدين زيارة أو كان قاعد هنا بطريقة ما وعنده في بلده في الوباء متفشي أو مش ضامن هناك، فده وضعهم بإزاي يعني؟ والله في قاعدة أو نظرية قانونية اسمها باللغة الإنجليزية force majeure، باللغة العربية القوة القاهرة. فأنت من ناحية قانونية كدارس أو ممارس للقانون وللمحاماة في أي مكان في العالم تعرف أنه من الاستثناء الاستثناءات أو من القواعد الاستثنائية الكبرى في أي قانون في العالم هو القوة القاهرة. صحيح. فهؤلاء الناس اللي قدموا إلى أمريكا وقاموا فيها بشكل مؤقت بناء على فيزة مثلا زيارة أو إلى آخره وما كان بإمكانهم العودة لانقطاع التواصل مثلا توقف الطيران أو تسكير مثلا الحدود وإغلاق المداخل لا لو للدول. مش ما فيش إغلاق لو مثلا في واحد في بلد الآن إن هو يرجع بلده دي لأنه المرض تفشى فيها. والله بنظري إنه في يكون سبب قانوني منطقي لطلب أو تقديم طلبات التمديد للفيزا إلى حين الاستقرار الصحي ومثلا استقرار الأمن. فهل ده يعتبر زي مثلا نوع من أنواع اللجوء؟ هيبقى لجوء صحي بقى في الحالة دي ولا إيه؟ لا، مو طلب اللجوء، لازم أن يكون في خطر داهم على حياة الإنسان بسبب دينه أو عرقه أو رأيه السياسي أو انتمائه لجهة معينة أو مرض. المرض مش مدرج على القائمة اللي محمية أو الجهات المحمية او المجموعات المحميه بقرارات اللجوء واللي هي لان احنا برضو بنمر بظروف يمكن العالم او الناس اللي عايشه لحد دلوقتي اللي عنده حد 100 سنه
ما شافش اللي احنا فيه ده. صحيح. يعني تعتبر ظروف استثنائيه قاهره. انا قاهره على مستوى العالم قاهرة. كله انا يعني حتى نغطي النقطه تماما، انا بنظري الشخص او اي انسان مقيم في الولايات المتحده الامريكيه بشكل مؤقت يتوجب عليه انه يقدم طلب لتمديد الفيزا. يعني مش انه يركن على انه والله في قوه قاهره وفي ظروف استثنائيه وعالميه وكل العالم عرفها. تمام، هذا الكلام صحيح، لكن هذا يشكل سبب قانوني، فالسبب القانوني لازم انك تقدم له طلب انت وتعتمد بالطلب على هذا السبب القانوني وتطلب التمديد. يعني زي اثبات حاله يعني بشكل قانوني. طيب بالنسبه لباقي قوانين الاميجريشن والتعطيلات والناس اللي عندها اوراق ومصالح والناس اللي كانت منتظره تاخد الجنسيه واللي منتظر ياخد الجرين كارد والناس دي كلها وضعها ازاي؟ والله يعني خلينا ناخذ الجواب من ولايه نيويورك وبعدين نتوسع. ففي ولايه نيويورك يعني الموضوع يختلف من الاب ستيت والمناطق المحيطه في مدينه نيويورك عن الوضع اللي موجود في المدينه. كويس. ففي المناطق المحيطه مثلا في اب ستيت، البني مثلا، وايت بلينز الى اخره، العمل بدا. يعني فتحوا المكاتب، الدوائر الهجره، فتحوا المحاكم سواء محاكم البدايه او محاكم الصلح او العائله، محاكم المحاكم الجنائيه. لكن في مدينه نيويورك يعني الموضوع الان بدا العمل. مثلا انا مطلع انه قبل ايام عقدت دائره الهجره اجتماع كبير للمنح الجنسيه للمستحقين الجدد. فكان في اجتماع كبير وكان في حضروا عدد كبير. فاعتقد انا الايام القادمه يعني اظن انه يكون بنهايه هذا الشهر او بدايه الشهر القادم راح يكون في نوع من انواع اليه معينه للعمل في نيويورك. طبعا هذا الكلام اخي محمد بالنسبه لدائره الهجره او محكمه الهجره يعني التطبيقات مختلفه. فمحكمه الهجره كل المحاكمات مش الجلسات التحضيريه، كل المحاكمات يعني راح تكون في 21 فصاعدا 2021 وصاعدا المحاكمات اللي هي النهائيه الجلسات النهائيه. اما الجلسات التحضيريه فراح تنعقد عن طريق الانترنت خلال عام 2020 لنهايه عام 2020. ايوه. طبعا بالنسبه لدائره الهجره والمقابلات المتعلقه بالطلبات الجنسيه، طلبات الجرين كارد او ما شابه ذلك، لغايه الان الصوره مش واضحه. فاحنا لغايه الان ما عندنا يعني معلومات واضحه او تعليمات واضحه انه كيف دائره الهجره راح يعني تسير الامور بعد ما يتم فتح الابواب. ممكن انه يقللوا عدد الطلبات، ممكن انه يكون في يعني اللي ما يسمى بالسوشيال ديستانسينج بحيث انه ياخذوا اعداد قليله، فهذا راح ينعكس طبعا على المدد، فراح تصير مدد الانتظار اطول ومدد يعني الموظفين ياخذوها لغايه اصدار القرارات راح تكون اطول، فهذا راح ينعكس على اليه العمل بشكل عام. فراح تكون راح الناس يشعروا انه طلباتهم ومعاملاتهم تاخذ وقت طويل مقارنه بالايام يعني السابقه. بس وضعهم هم قاعدين هنا، لو كان حد عنده وضع مذبذب يعتبر وضع صحيح الى ان يفتى فيه يعني. اذا في قضيه منظوره او باللغه الانجليزيه يسموها pending application او اللي هو قضايا اللجوء كلها، قضايا اللجوء او قضايا الاقامه، الجرين كارد الدائم، او قضايا مثلا عنده شخص يكون جرين كارد ومقدم طلب الجنسيه، اذا كان الطلب منظور فهو الامور طبيعيه. يعني انت متى الانسان يعني ممكن انه يكون في عنده حاله من حاله مثلا التفكير بالموضوع؟ لما يصدر قرار نهائي باي شكل من الاشكال، سواء في محكمه او في طلب للجوء او في طلب مثلا تغيير الوضع كويس. القانوني من وضع الى اخر. طيب واللي هم بيسموها ان هم يسمحوا يعني مثلا الاخوه السوريين، الاخوه اليمنيين كان لهم وضع معين وكان المفروض بينتهي عمليه الاقامه بتاعتهم خلال يمكن من كم شهر، هل ده وضعهم حاليا دلوقتي لم يعني يبت فيه بعد يعني؟ صحيح يا سيد الفاضل، هؤلاء الناس مختلفين لانه هم حصلوا على وضع قانوني ناتج عن قرار رئاسي اللي هو يعني يسموه تي بي اس او temporary protected status باللغه العربيه. يعني قرارات الحمايه المؤقته. فهذا هو مش وضع قانوني مكتسب. الان الحاصل على الجرين كارد يكون حاصل على الاقامه الدائمه بناء على قانون، او اللي حاصل على اللجوء فهو حاصل على اللجوء بموجب قانون، فهو حق مكتسب.
وما يجوز انه ينتزع هذا الحق منه الا بقوه القانون. صحيح. اذا ارتكب جريمه مثلا التزوير الى اخره. بينما التطبيقات هذا على التي بي اس او على قرار الحمايه المؤقته. أيوة. هو عباره عن قرارات، والقرارات انتهت بمجرد عدد مجرد عدم التقارير تمديدها. الان يعني اول ما بدا هذه القرارات كان الرئيس اوباما، بعد ما انتهت فترة رئاسته كان فيه يعني نقاش قانوني دستوري طويل عريض، وما تم البحث البت بالموضوع. يعني انت احنا عارفين انه الرئيس ترامب يعني يستخدم قانون الهجرة بشكل يعني مستمر ومتكرر بطريقة او باخرى. فيعني موضوع التمديد هكذا يعني القرارات بالنسبة له شيء معقد وصعب. ف يعني هذا الكلام مؤسف، لكن هذه هذا هو الواقع. بس يعني انا اقصد الناس اللي لم يبت في امرهم هم قاعدين طبعا ما حدش يقدر يتكلم. اذا في طلب مقدم والطلب ما تم البحث فيه فانت يعني قضيتك منظوره بندن ابلكيشن. طيب بالنسبه للمحاكم، حضرتك بتقول المحاكم بدات تفتح وكده، ولكن في بعض القرارات اللي صدرت من سواء الميور او جوفرنر في نيويورك انه سواء للبزنس او للريزيدنت او المقيم يعني اللي هو مستاجر ما ممكن ما يدفعش الايجار لحد مش عارف اغسطس ولا ايه. فالناس نعم. استغلت القرار ده استغلال سيء. صحيح. يعني اصبح ان انا دلوقتي لو حد قال لي ادفع الايجار اقول له لا، انا المير قال لي مش ما تدفعش الايجار. فده معناه ان الايجار ده خلاص راح ولا هيبقى ديبت على الشخص ده؟ تمام. يعني السؤال له شقين، فخلينا نجاوب على الشق الأول. أيوة. بعدين ننتقل لموضوع المالكين والمستأجرين. بالنسبة لآلية عمل المحاكم الآن في ولاية نيويورك بدأت. أيوة. والآن المحاكمات النهائية ما تنعقد نهائيا، لأنه محاكمة النهائية بدها يعني حضور شخصي بالمحكمة وتقديم أدلة ومناقشة أدلة والآخر. أيوة. لكن معظم القضاة يعقدوا جلسات تحضيرية يسموها تسمى بلغة المحامين والقضاة conference meetings. فأنت بإمكانك أن تقدم طلب للقاضي والقاضي ينظر للطلب بشكل تدقيقي أو عن طريق السكايبي أو الزوم meetings programs. فالآن الآلية يعني بدأ العمل فيها، بإمكانك أن تقدم كل معظم الطلبات الآن أونلاين. اي طلب ممكن تقدم اونلاين، ما عدا الطلبات الطارئه تنظر بالمحاكم. فالطلبات اللي هي يسموها غير طارئه اللي هي يعني ان اسينشال اور نوت ايمرجنسي ابلكيشن تنظر بطريقه عن بعد عن طريق التلفون. طب انت حضرتك بتتكلم على المحاكم اللي هي جنائيه اللي هي فيها اشخاص، لكن اللي مش جنائيه اللي هي مدنيه اللي هي زي مثلا المدنيه. انا بحكي عن المحاكم المدنيه اللي هي محكمه السبريم كورت، سيفل كورت، فاميلي كورت. أيوة. هاي المحاكم كلها الآن العمل جاري فيها عن بعد. يعني جلستك أنت تجلس الجلسة تشوف القاضي عن طريق الانترنت عن طريق الأونلاين، تتكلم مع القاضي والخصم يكون موجود، وفي الكاتب اللي هو يسموه السناغرافر أو كاتب المحاكمات برضو يكون موجود أونلاين. كل الأعضاء المحاكمة متوفرين موجودين على عن طريق الانترنت. نستكمل هذه النقطة بعد ناخد تليفون بس معنا من شيكاغو الأستاذ ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، إزيك يا أستاذ ماهر؟ السلام الحمد لله. إن شاء الله أكون بخير وسيف. محمد سوهير تفضل. أهلا وسهلا. نعم الله عزيز فضلك. تفضل. أنا حصلت معاي قصة حقيقية في هذا الموضوع الكورونا. في مارس 30 قررت انه مش عارف شو كان السبب اسافر على الاردن انا وزوجتي وابني، هذا موضوع خطوبه كان. ايوه. فنزلنا 13 مارس 30 كان وضع طبيعي اول اسبوع وما شاء الله كل شيء تمام. بعد اسبوع حصل اللي هو الحجر، وبصراحه يعني لاول مره اشوف الاردن يعني بصراحة رغم الإمكانيات والتحديات اللي بتمر فيها يعني الأردن والبلاد العربية بدون استثناء، إلا أنه لأول مرة بشوف الانضباط والتعاون من الشعب والحكومة بيد واحدة، والنظام بصراحة لأول مرة بشوف هدوء، ولأول مرة بشوف الشعب منظم وخصوف على الدولار ونظام ما شاء الله، ولأول مرة بشم رائحة طيبة لا رائحة بنزين ولا سيارات ولا إزعاج ولا وعصافير، وما شاء الله كان هذا هو من أحد الإيجابيات.
لكن ما حصل انه انا بعد اسبوع من وجودي في الاردن حصل الحجر وكان في منع تجول يحصل من الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة ثاني يوم الصبح حتى ثاني يوم. فشو بدي اعمل؟ اتصلت في الاردنية قالوا ما في طيارات على امريكا والولاد هون وانا هناك وبدأ الحالة النفسية اللي ضرتنا اكثر والخوف من الهلع. فبدأت اتصل كل يوم في الملكية وما كان في الا طريقة واحدة. وللأسف لأول مرة بشعر أنه السفارة الأمريكية لم تقم في الواجب صحيح حسب الدستور والقانون. اتصلنا بالسفارة والسفارة بس تعمل لك معروف واحد يجي بياخدوك بيكب بيخدوك على السفارة ومن ثم على المطار. وتذكر الاستغلال اللي حصل من المؤسسات المدنية والحكومية مع بعض. الطائرة الوحيدة اللي ممكن تيجي على أمريكا كانت القطرية. أعتقد الأستاذ محمد متالي تقدر أنت تجاوب على الموضوع. الموضوع ده أكيد يعني على مستوى ناس كثيرة. الله يعطيك العافية، شكرا على اتصالك. إذا تحب في عندك سؤال احنا نكون يعني صراحة ممنونين وجاهزين. نعم، السؤال إنه يعني السؤال إنه التقصير اللي حكينا الدستور الأمريكي وحماية المواطن الأمريكي والحصانة كانت استقرار مهملة جدا. نحاول نتصل 20 مرة في اليوم لما يجاوب واحد ومرات يسكروا علينا، لكن الاستقلال اللي بحكي عنه تذكر الواحد 3000 دولار من الأردن لقطر لشيكاغو. يعني أنا معي الحمد لله، بس في ناس ما معها وكانت عملية اضطرارية. بدل من أنه نتراحم ونتسامح مع بعض بدأنا نجرم في بعض. فشوفت وجهين، وجه الخير ووجه الشر، وما تشوف الشر. وشكرا لك أستاذ محمد. ومحمد السلام عليكم ورحمة الله. يعني هل عندك اتصال مثلا ممكن مع السفارة أو مع الخطوط الأردنية وخطوط الملكية؟ والله طبعا يعني شيء مؤسف أنك تسمع أنه الناس كانوا يعني صار في عمليات استغلال مثلا، لكن يعني بنفس الوقت أنت يعني لما تنظر للصورة العامة تلقى أنه يعني في إغلاق على عالمي. أوروبا أغلقت، أمريكا يعني شبه توقفت حركة الطيران فيها، كل العالم. فأنت منطقي أنك تشوف أنه مثلا طيارة تطلع من الأردن أو من القاهرة مثلا ومثلا مهمتها بس أنها تنقل العالقين. أيوة، منطقي أنه يكون ما فيها فيها مكان أو أنه سعرها عالي. فهذا المسألة ما هي مش مسألة يعني تتخصص بالأردن أو مصر أو بالقطر أو بأي دولة ثانية، هي مسألة عالمية. يعني فإحنا يعني الآن الماسك كان حقه مثلاً 70 سنت قبل الكوفيد 19 صار 5 دولار 7 دولار ووصل ل 7 دولار طبيعي. يعني الأليف أو مش عارف هذا الأسبرين اللي كان اللي ممكن يستخدم كان سعره ولا شيء وبعدين ارتفع. فهذه النتيجة العرض والطلب. يعني هذه مسألة تجارية ما لها علاقة بسياسات دول. وما انا اعتقد يعني سواء انا مش دفاعا عن السفاره الامريكيه بالاردن او السفاره الاردنيه بامريكا، بس هم مقارنه بالموجود. يعني مثلا احنا بامريكا تلقينا مثلا مكالمات من سفارتنا بواشنطن كاردنيين. أيوة، واطمنوا وشو اخبارك. يعني هم ايش يعني شو بامكانيتهم انهم يعملوا؟ ما فيش نوع من الاستغلال يعني. اكيد هو ما فيش استغلال ولا حاجه، ولكن هي ظروف صعبه. هي ظروف قاهره. يعني القانون بالزبط. مسميها ظروف قاهرة. يعني هي قدر رباني، قوة ربانية قاهرة قهرت الأمة البشرية ووجد البشر الإنسان والدول وكلها البشر أنهم ضعفاء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. صحيح صحيح. وطبعا يعني في ناس كانت بتتكلم على موضوع اللي هو كونسيومر أفير واستغلال التجاري والكلام ده. اعتقد ان ده ملوش مكان هنا او يعني بعيد عن يعني مثلا الاستغلال اللي الاخ ماهر اشار له. ممكن اضرب لك مثال في مثلا اثناء يعني في ذروه الشت داون والازمه. يعني مثلا اجوا الاف بي اي على بروكلين وضبطوا واحد عنده مثلا كميه ضخمه من الماسكس اللي هو هذا. أيوة، اللي اسمه 9K995 95 N95 لقوا عنه كميه ضخمه.
طبعا هذا هو الاستغلال، لانه هو عارف انه السوق بحاجته ومخبيه هو عنده حتى انه يحقق ربح على يعني على حساب الناس اللي هم بيمس الحاجه له. صحيح. فهذا يعني هذا استغلال. صحيح. طيب ناخذ معلش تليفون كمان وبعدين نكمل موضوع الكورس لانه ده موضوع مهم جدا. فضل. معنا الاستاذ علي من يانكرز نيويورك. يانكرز نيويورك. الو. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. شو الاخبار؟ تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا اخي بدي اسال الضيف الكريم استاذ محمد سواعير. نعم. بدي اساله اذا الانسان بده يسافر على الاردن ومعاه فحص قبل 72 ساعه. معلش الصوت حضرتك لو تقرب التليفون او تتكلم في التليفون لانه الصوت بيروح ويجي. تفضل. سيدي بنسأل اذا الانسان بده لما يطلع الاردن معاه فحص معاه فحص حضرتك. معلش التليفون برضو يعني احنا سمعنا اول كلمتين وبعد كده بتقول اللي بيخرج اللي بيطلع على الاردن ومعاه فحص. يظهر انه طب الشبكة. طب هقول لحضرتك لو سمعنا اتصل تاني هم هياخدوا على طول المكالمة يعني. المحاكم اللي هي حضرتك انت قلت لي المحاكم اللي هي السوبريم كورت وال سيفل كورت فاميلي كورت وحاليا دلوقتي كل الجلسات تعقد عن طريق البعد. ولكن الناس بقى اللي هي عايزة فصل في القضية. نعم. الفصل الان مش ممكن. المحاكمات المباشرة الحضور الشخصي اتصور انه ما راح يتم في هذا العام. طب والناس اللي هي يعني عندها لاند لورد ولا اللي هو بيأجر وبيعتمد على كده وعنده مورجج يعني ده عملية ممكن تؤدي الى في الاخر انهيار. تمام. هذا صراحة نوع ثاني من المحاكمات يسموها هاوزينج كورت. ايوه. بس الهاوزينج كورت تم فتحها يعني. ايوه. وكان الحاكم جوفرنر كومو كان اصدر قرار بتجميد اللي هو استقبال الطلبات الاخلاء بناء على انعدام الدفع او عدم الدفع او التخلف عن الدفع. فيعني تطبيقه على الواقع انه انسان مستاجر كان المالك ما عنده امكانيه قانونيه انه يذهب للمحكمه وقدم طلب ضده لانه ما دفع له الايجار. ايوه. هذا الحكي انتهى ب 20/6 انتهت الوقف او التجميد في 20/6 تتمدد لستة سبعة وبعدين انتهى. ما راح يكون في تجميد لكن بعدين صدر قانون جديد من المجلس التشريعي في ولاية نيويورك وقرر هذا القانون انه ما في امكانية قانونية يعني القاضي في محكمة المالكين والمستأجرين الهاوزين كورت ما عنده امكانية قانونية انه يخلي الشخص المستأجر بسبب عدم دفعه للإيجار إذا كان خلفوا عن دفع الإيجار كان ناتج عن الوباء يعني الصعوبة المالية الناتج عن فقدانه لعمله إلى آخره. طبعا هذا الكلام له انعكاسات رهيبة من ناحية اقتصادية لأنه أولا أنا من نظري راح يخلق نوع من الاتكالية بالنسبة للناس. طبعا أنه ممكن يعتمد على القانون وينسى موضوع الدفع ما راح يدفع وهذا الحكي راح يشكل عبء ضخم على اللاندلوردز اللي هم المالكين وعلى المورجج وعلى البنوك وعلى راح بالضبط وراح يصير الموجة الثانية من التأثير انه المالكين ما راح يتمكنوا انهم يدفعوا قيمة الرهن وبالتالي راح يكون ممكن في عند التعامل انت مع حالات اللي هي فور كلوجر ولا يعني تتحول فده يعتبر يؤدي الى انهيار اقتصادي يعني. والله انا يعني مش متوازن يعني هو ما فيش توازن هو في حاجه يعني لانك في حاجه واضحه انه في مستاجرين بشكل ضخم ما عندهم امكانيه يدفعوا لانهم مثلا فقدوا عملهم لكن الحكومه وفرت ان امبلويمنت يعني كان في وزياده كمان شويه واجلس نتكلم في موضوع الان امبلويمنت ونكلم في مكمل الموضوع ده بس الاستاذ علي دخل تاني على الخط. نعم. الو. ايوه اتفضل. ايوه استاذ علي اتفضل. سيدي انا حاجز ب 2/8. تفضل. بالنسبه للسيد السواعير انه لما نطلع على الاردن هناك لازم يكون في حجر مؤسسي ولا بس حجر منزلي مع الاسواره؟ والله اذا معانا الفحص الكوفيد 19 اذا الفحص معانا موجود من هون الفحص
والله انا ما عندي علم كيف الاجراءات بالاردن صراحه، لكن حسب علمي انه لازم يتم حجر لمده 14 يوم، واتصور انه الحجر لازم يكون مؤسسي مش منزلي، يعني اغلب الظن يكون مؤسسي. يعني لو كان معك خلو، شهاده خلو من هون، حتى لو كان معك اي فحص، لانه هم بدهم يعني 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 هذا الحكي ينطبق حتى على على امريكا. يعني الان اللي يقدموا مثلا من فلوريدا والى اخره على نيويورك يطلبوا منهم انهم يعملوا 14 يوم حجر شخصي. طبعا امريكا ما في زي الاردن تطلب حجر مؤسسي يعني تحت اشراف الدوله، لكن يعني الفكرة موجودة بأمريكا، لكن أمريكا واثقة بالناس، بينما بالأردن هم عندهم حرص أكثر على سلامة المواطن، فيعتمدوا الإشراف الحكومي أكثر. شكرا يا أستاذ علي. بالأسوارة. أيوة. الأسوارة. الأسوارة الإلكترونية لسه ما فعلوها يعني؟ والله ما أدري، أنا مش مطلع صراحة على الإجراءات الحكومية بالأردن، يعني ما عندي علم كيف الوضع بالأردن يتم، يعني عندي معلومات بسيطة جدا، يعني أعتذر عن الإجابة لأني ما عندي علم. شكرا أستاذ علي. هو الأستاذ محمد سواعير يعني خبير في القانون الأمريكي أكتر و أعتذر والله يعني، وناشط في الجالية ومن قوى يعني من قادة الجاليات العربية بأمريكا، وناشط سياسي أيضا بأمريكا، فبالتالي يمكن معلوماته. هو صحيح من الأردن؟ أنا من الأردن. نعم. ويفتخر إنه من الأردن. بكل اعتزاز. نعم. ولكن يمكن معلومات الدقيقة شوية. أنا مش مطلع بشكل دقيق. أنا عندي علم بشكل عام إنه في حجر، والحجر تشرف عليه الدولة. ويعني عندي أصدقاء ومعارف وإلى آخره يعملوا في الدولة يعني، وحتى يعني أقارب من الدرجة الأولى يعملوا في الحكومة. لكن ما عندي، انا ما مش مطلع على تفصيلات الامور، التفاصيل. طب نرجع تاني لموضوع حضرتك المستاجر وال فالان القرار اللي صدر او القانون اللي صدر من المجلس التشريعي او من المجلس النواب في ولايه نيويورك حرم او منع القاضي، قاضي محكمه المالكين والمستاجرين، انه يخلي المستاجر بسبب عدم دفعه للايجار. واعطى المالك الحق في انه يقيم دعوى بس فقط للمطالبه بقيمه الاجور فقط. كويس. يعني تتحول محكمه المالكين والمستاجرين من محكمه المالكين والمستاجرين الى محكمه صلح عاديه، وكانك انت تقيم دعوى على المستاجر عندك لانه هو مديون لك بمبلغ معين من المال، وبناء والدليل على ذلك او الايفيدنس بده يكون عقد الايجار، فكأنه عقد مشاركة أو عقد تجاري. كويس. وتطالب في دينك، والمحكمة تعطيك حكم في حتى تحصل هذا الدين. أيوة. فطبعا يعني الموضوع الصراحة يعني أفقد المحكمة قيمتها، لأن هي المحكمة أساسا قوتها أنه بإمكان القاضي أنه يعطيك قرار أنت كمالك يخلي المستأجر، أو بيعطي القرار للمستأجر أنه يفرض على المالك إجراءات معينة للترميم، للتصحيح، لغايات. في عدل في المعاملة، في توازن. في توازن. لكن يعني للأسف أنه يعني هم، أنا بنظري هم يعني الهدف هو المصلحة العامة للمجتمع. أيوة. لكن أعتقد أن الخطوة هاي كانت يعني مش صحيحة. طيب بالنسبة unemployment، لأنه دي برضو نقطة هامة جدا. unemployment اللي هو طبيعي، اللي هو له maximum، ولو كل ولاية مختلفة عن الأخرى. صحيح. ولكن الفترة اللي فاتت دي كان في زيادة من الحكومة الفيدرالية للunemployment. صحيح. واللي هو هينتهي على آخر جولاي 31. لانه في ناس كثيره يمكن كانت بتعمل فلوس اكتر حاليا في الفتره الحاليه اكتر من شغلها. صحيح. فطبعا ده هيعمل نوع من انواع الدروب في الموضوع ده، وكانت ناس كثيره بتعتمد على انها بتعمل فلوس دي وكده. فده هل القرار ده في احتمال انه يمتد بعد جولاي، ولا هو قرار اخر جولاي خلاص؟ والله انا سمعت تحليلات كثيره بهذا الصدد، فيعني انا اعتقد اكثر التحليلات اللي هي اقرب للواقع وتنعكس على الواقع انه ب 31/7 يعني ما راح يتمدد القرار. ايوه. انه يعني راح ينتهي، وانه يعني الناس اللي هم واقفين الان على السايد لاينز، يعني على هامش عمليه التشغيل،
يجب عليهم أنهم يعني يبحثوا عن عمل، يبدأوا العمل البحث عن العمل أو العودة إلى أعمالهم. فيعني يعني ما أتصور أنه راح يصير تمديد. وأخ محمد مسألة الآن employment هي مسألة مؤقتة بالفكرة، يعني الفكرة طبعاً هي مفروض ست شهور، هو عبارة عن مساعدة مؤقتة تقدم للشخص اللي فقد وظيفته مزبوط. لحين ما يجد عمل جديد. فيعني الأخواننا أو أخواتنا اللي هم الآن مستفيدين من الموضوع unemployment، يعني الواجب عليهم الآن إنهم يبدأوا عملية البحث عن عمل. يعني فإنه المسألة أنك تظلك معتمد على الدولة أنت إلى ما لا نهاية ما راح تتم، يعني صحيح حتى في أمريكا يعني. طيب نتطرق لموضوع آخر وهو اللو أوفيسز والبيزنس والأوبرينج بتاع، يعني حضرتك دلوقتي المكتب عندك، أنت فاتح المكتب، نعم، هل بتستقبل العملاء؟ هل العمل رجع لطبيعته العادية؟ وهل نفس الوضع بالنسبة للمحاسبين وبالنسبة للمكاتب الأخرى؟ ممكن السؤال ده بس بعد ناخد فاصل. لا ناخد بس تليفون معنا الأستاذ مصطفى من نيويورك. أهلين أستاذ محمد، أستاذ حضرتك أهلا بيك. أنا عندي سؤالين لأستاذ محمد سوعير. أيوة. بخصوص الانيمبلويمنت، والسؤال الثاني بخصوص الـ US passport أو المكاتب الهجرة بشكل عام. كويس. سؤالي بالنسبة للانيمبلويمنت، اللي أنا للأسف أنا اتأخرت جدا في تقديم الانيمبلويمنت. أيوة. فقدمت من شهر ولحد دلوقتي الكيس بتاعي still pending، وبقالي كتير جدا pending، يعني كل ما اخش ما فيش اي تغيير ومفيش اي حاجه بتحصل. حاولت اقدم مره ثانيه نفس القصه still pending، وفي ناس قالت لي ان انا خلاص احاول اقدم البنفيت الويكلي بنفيت بتاعتي عشان هم يبصوا على الكيس بتاعي. ايوه حاولت اعمل كده برضو ما عرفتش اعمل. ببص على الويب سايت بتاعهم بيقول لي there's no record for that social security، اللي هم ما عندهمش اي ريكورد بالنسبه للسوشيال سكيورتي بتاعي. فانا اقدر اعمل ايه؟ هل افضل منتظر ولا اتصل بيهم تليفون ولا ابعت ايميل؟ ده بخصوص الانيمبلويمنت. كويس. السؤال الثاني انا عندي ابني سنتين وكنت عايز اقدم له على الباسبور بتاعه، هو لسه ما عندوش الباسبور وكنت حابب اسافر بلدي خلال شهر او شهرين. فللأسف أنا ابني لسه ما عندوش باسبور، وحاولت أقدم له عشان أخذ الباسبور بتاعه. فروحت البوست أوفيس قالوا لي لا، إحنا لازم أروح أقدم في مكتب الهجرة تقريبا عشان أعمل كده، وده هياخد حوالي شهر شهرين أو ممكن أكتر، فبالتالي مش هقدر أزور بلدي خلال شهرين. فالسؤال، هل أقدر أطلع مثلا أقدم وفي نفس الوقت أقدم على ترافل دوكيمنت، ولا أقدم وانتظر وأشوف إيه اللي هيقوله لي؟ وشكرا حضرتك. شكرا شكرا. طيب هو في سؤالين، السؤال الاول بخصوص الانيمبلويمنت، والسؤال الثاني بخصوص الباسبور. اوكي، اولا في خطا بالسؤال، انه هو لما راح حكى انه راح على المركز البريدي او على مكتب البريد، قالوا له انه اختصاص دائره الهجره. هو دائره الهجره ما عندها اختصاص باصدار جوازات السفر. جوازات السفر تصدر من وزاره الخارجيه في دائره معينه اسمها US باسبورت ديبارتمنت، تابع لوزارة الخارجية. لأن هي جوازات سفر ولها علاقة بالسفر للخارج، فإلها علاقة في وزارة الخارجية. كويس. دائرة الهجرة تصدر الشهادة الجنسية اللي بناء عليها تحصل على جواز سفر. بس هذا التصحيح الموضوع. بالنسبة للسؤال، هو بإمكانه أنه يقدم على ترافل داكيمنت. كويس. اللي هو أشار إلها. لكن الترافل داكيمنت تأخذ بطبيعة الحال تقريبا شهرين، أو يعني شهر، يعني بأحسن الظروف وأسرع الظروف ممكن تأخذ شهر الترافل داكيمنت اللي أشار لها أخونا. إذا كان في حالة استثنائية، يعني حالة مرض قريب جدا. أيوة أيوة أيوة. حالة مرضية طارئة. بإمكانك أنك تثبت الحالة المرضية الطارئة وتأخذ الترافل داكيمنت. كويس. أما بالنسبة لعملية تقديم الجواز السفر، برضو تقديم جواز سفر في حالات استثنائية. يعني احنا كنا قبل بالايام الظروف الطبيعية، كان لما يكون الانسان في عنده سفرة سريعة يطلبهم في رقم معين على 1-800 من يحافظه، بس بامكان الانسان يبحث عنه اونلاين ويعني يثبت الحالة الطارئة الموجودة عنده ويحصل على جواز سفر سريع. لكن المكتب اللي هو الباسبور اللي هو بيروح يعمل فيه ده موجود ومفتوح، اللي هو الامرجنسي. نعم. موجود. طيب ده بخصوص الباسبور. بخصوص الانيمبلويمنت، نعم، بالنسبه للانيمبلويمنت، هو شوف الانيمبلويمنت لما تتقدم حسب علمي انا
يتقدم الطلب حتى لو تأخر البت بالطلب، يعني إصدار القرار في الطلب، القرار يطلع بشكل رجعي. يعني مثلا يعني مش راح يروح عليك حقك، يعني المبالغ دي يعني مش هتروح عليك. نعم يعني مثلا على سبيل المثال انت خسرت وظيفتك بواحد 4/2020، قدمت الطلب مثلا انت بشهر 5 على اساس انك خسرت الوظيفة بواحد 4، ردوا عليك بواحد 6، فراح يعطوك عن المدة كاملة، كل المدة دي كلها، حتى لو ردوا عليك بعد شهر. لكن هو سأل هل اني اضل ساكت واستنى ولا اني اعمل شيء؟ طبعا ما تستنى، طبعا احكي تلفونات، ابعث ايميلز، لانه هم يتعاملوا مع يعني اعداد ضخمه قاعدين طبعا. فانت لازم انك يو هاف تو زي ما يقولوا امريكان ميك يور فويس هيرد. طبعا هاو يو ميك يور فويس هيرد، ميك نويز على حسب الاحصائيات اللي موجوده. يمكن فوق ال 45 مليون واقفين عن الشغل، يعني في ان امبلويمنت اكثر من 45 ل 50 مليون، يمكن ارقام يعني كبيره جدا ضخمه. فهو يعني افضل طريقه للموضوع اولا مساله انه يروح حق يعني معين له، ماش راح يروح عليه شيء، لكن هي المساله طيب. انه هل هو انه يثابر على المطالبه بحقه، هل انه هو يعني يكرر عمليه الاتصال بشكل يومي اذا يقدر اكثر من مره، وايميل ممكن طيب. يحكي مع حدا لازم يعمل. ناخذ معلش تليفون اخر. عمر بنسلفانيا. ايوه حبيبي والنبي ربنا يكرمك. اهلا وسهلا. سؤال صغير يعني مش هطول يا بيبي. صغير كبير كله شغال يعني في الهجرة. أستاذ محمد معنا؟ أستاذ محمد الخشاب؟ أيوة الأستاذ محمد الخشاب والأستاذ محمد سواعير. أهلا أهلا بيك حبيبي. أنا أخوك عمر من القاهرة، أنا بس علشان ابني عشان الموقف الهجرة بتاعه، أنا كنت مقدم له، هو عازب وهو تزوج، وكنت مقدم له من 2011 أو 12، وجاله الدور، وبعدين سألته في الهجرة قالوا لي راح الفيرمونت ناشونال فيزا سنتر، وأنا أبوه معاه جنسية وسنة 73 سنة، هو مهندس اتصالات يعني. ده أوكي. ده هو اخو اسمح لي شو اسم الاخونا السائل؟ اخوك عمر استاذ محمد، وكتر خيرك. انا مقدم لاولادي الثلاثه على الهجره. أوكي. هم كانوا كبار اوفر 21. اسمح لي اسالك، الصغير فيهم ما كانش متزوج. فلما تزوج بعد ما قدمنا واحنا قلقانين، وبعدين كنت مقدم له من 2012، شو كان الدور اخ عمر؟ شو كان؟ انا سالته في الهجره قالوا لي الورق بتاعه راح الناشونال فيزا سنتر، وانا مش عارف ايه. الاستاذ محمد بس عايز يستفسر منك عن حاجه. خليني بس اسالك اخ عمر، لما قدمت الطلب لما قدمت الطلب بعام 2012 كان شو وضعك القانوني؟ كان كنت جرين كارد هولدر ولا كنت لا كنت جنسيه، وهو جاله الابروف العادي، بس المشكله انه بيسالونا عن حاجه اسمها النوتس اي دي، ما جاليش الجواب، وانا ما غيرت سكني من يوم ما دخلت امريكا. طب تمام، الان انت سالت قالوا لك انه القضيه تحولت من دائره الهجره للناشونال في سنتر. ايوه. طب هذا بعدين انا خايف بقى من الكورونا يكون حصل. اتفضل. يا سيدي العزيز، الناشونال في سنتر لها يعني لها بريد الكتروني، وعندها محامين. أيوة. وفيها مركز استعلامات للرد على الهواتف، وانت صاحب الطلب. أيوة. يعني انت اللي قدمت الطلب واسمك موجود على القضيه، بامكانك انك. أيوة. تعمل اتصال هاتفي وتسال عن قضيتك، بامكانك انك تبعث ايميل يكون فيه اسمك وتاريخ ميلادك، اسم ابنك اللي هو مستفيد تاريخ ميلاده، ورقم القضيه اللي انت قدمتها بدائره الهجره، وراح يردوا عليك مليون يعني 100%. طب معنى ان هي وصلت للفيرمونت معناها حاجه كويسه يعني؟ طبعا مساله انه خبروك انها راحت. أيوة. الناشونال في سنتر، هذا شيء كويس، لانه القضيه لما يتم الموافقه عليها. اسمح لنا بس خلينا نجاوب على سؤالك يا اخي يا حبيبي. القضيه لما يتم الموافقه عليها اخي الكريم، يتم الموافقه عليها بدائره. أيوة. الهجره، بعد ما يتم الموافقه عليها تتحول بشكل طبيعي الى دائره الفي سنتر، لانه الشخص اجنبي وبر البلد. فمعناه الكلام هذا انه وافقوا على طلبك، يعني مش مساله يعني افترض فيك انك تكون مبسوط مش تكون خايف انت. لا مش خايف، انا خايف على حاجه واحده، عندي سؤال. شو اللي خايف منه؟ ان هو ما كان مقدم له، هو عازب، اخواته الاثنين متزوجين، هل هو مراته هتيجي لاحقه بيه؟ انه هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. انت انا سالتك بالبدايه، سالتك بالبدايه قلت لك هل انت قدمت له وانت كنت جرين كارد هولدر والله كان عندك جنسيه، قلت لي انت كان عندك جنسيه لما قدمت له بعام 2012. تمام.
فبالتالي الوضع القانوني ما يختلف عليك انت، لو انه كان عندك جرين كارد كان ممكن يخسر الفيزا هو تبعه، لكن بما انه انت كان عندك جنسيه وضعك القانوني ظل مستقر زي ما هو، فهو ما راح يتاثر طلبه. بس هو تزوج، بعرف الولد يعني ابنه تزوج، بس لما كان مقدمه ما كانش لسه متزوج. بس الاصول انا ما بعرف اذا هل انه هو سوى ابديت على القضيه ولا لا، فهم كيف لم يعرفوا انه متزوج؟ لا ما سويناش، ما عملش ابديت، ما سويناش. هو تزوج، اسمح لي دقيقه واحده، هو تزوج بعد 4 سنين. تمام، الاصول فيك اخوي الكريم انك مجرد ما تزوج ابنك عملت القضية أبديت، يعني بعثت لدائرة الهجرة رسالة شرحت لهم أنه تم أنه صار تغيير على وضعه القانوني وأنه مثلا تزوج، وتزوجتهم كان الأصول أنك زوجتهم بصورة عن عقد الزواج، حتى أن الزوجة تنضم للطلب. الآن الزوجة ما انضمت للطلب، يعني راح تكون أنت عليك أنك تقوم بالعملية هاي في دائرة الناشر في سنتر، ففي إمكان في احتمالية انه دائرة الناشر في سنتر يرجعوا القضية مرة ثانية على دائرة الهجرة حتى يتم البت بالقضية بشكل كلي، ابنك وزوجته. ولا يعني ولا هي تيجي لحظة الافضل ان هو ما يقولش حاجة دلوقتي لحد ما ما يقدر انه ما يقول، لانه اولا هذا مجرد انك تخبي معلومات، هذا تزوير. لا مش يخبي معلومات، بس افرض هو جاله جرين كارد دلوقتي يقدم بقى لمراته، هو ممكن انه ما يقدم لها الان. ايوه ممكن انه هو يجي لحاله، وبعدين هو لما يجي يقدم لها طلب مستقل له، مش شرط انها تلتحق فيه. هم قالوا لي ان ممكن تيجي لحظه بعد 6 شهور، الكلام ده مظبوط؟ انا قلت لك مش شرط انها تيجي معه، فانت لغايات انك تكون العمليه سهله، العمليه تكون سهله من ناحيه قانونيه ما تكون معقده. لا لو هي جت معاه، لو هي جت معاه بفيزا طبق سياحيه او اي فيزا اخرى ممكن يعدل وضعها هنا، يعني هو ممكن يقدم لها طلب مجرد ما يوصل على امريكا ويحصل على الاقامه دائما، ممكن بامكانه يقدم لها طلب بجرين كارد. نعم بجرين كارد. نعم. وياخذ قد ايه ده يا استاذ محمد؟ الجرين كارد الان ياخذ تقريبا سنه. لا البنت، البنت تيجي بعد ايه قد ايه دكتور؟ تقريبا سنه تقريبا، يعني احنا ما صعب اني اعطيك انا رقم، لانه يعني صعب تحكم انت على دوائر الحكومه، لكن تقريبا سنه يعني. طيب ربنا يخليك، ربنا يخليك. طب السؤال الثاني دلوقتي، يعني ما احنا ما عملناش غلط، احنا قدمنا عازب وهو تزوج بعدها ب4 سنين، وانا كبير في السن مش عارف اتابع يعني. لا انت من ناحيه قانونيه انت طبعا يعني قصرت بحق نفسك، انك يفترض فيك مجرد ابنك ما تزوج وانت عارف انه تغير وضعه القانوني، لازم خبرت دائره الهجره بشكل يعني مباشر. يعني الاصول انك خبرت. انا ما بفرضش عليهم حاجه، انا عايزه يجي عازب مش مشكله، يجي عازب وبعدين يبقى يجيبها. هذا اوكي، هذا موضوع ثاني، لكن هو الاصول انه بلغ يعني مباشره حتى لما يصدر قرار الموافقه، يصدر قرار الموافقه للجميع. الان صدر قرار الموافقه، قالوا لي لو بلغت، قالوا لي لو بلغت هيقعد اكثر، انتظر زي اخواته التانيين اكثر لانه متزوج. مش صحيح، متزوجين مش صحيح، مش صحيح. بس على كل حال اللي انت اللي صار صار الان، انت يعني صعب ترجع للماضي. ايوه الموضوع انتهى من دائرة الهجره، وصل دائرة الناشئ في سنتر، كمل الموضوع زي ما هو، ولما يجي لامريكا ممكن نقدم لزوجته. ربنا يبارك فيك، وانت احنا شاكرين بك، انت فخر لينا يعني، والله فخر للعرب يعني، ربنا كل الاحترام. شكرا شكرا يا استاذ عمر، شكرا حبيبي. يمكن احنا الوقت بيدهمنا، احنا عندنا ضيوف على التليفون هناخدهم. نعم. بس قبل ما نخرج لفاصل عايز اسال حضرتك بخصوص المكاتب ومكاتب الخدمات، وخصوصا مكاتب المحاميين ومكاتب المحاسبين ومكاتب، يعني هل العمل بيعود لطبيعته ولا في احنا دخلنا ما يسمى بالفيز 3، ايوه، او المرحله الثالثه، فبالتالي يعني يفترض انه المكاتب الخدماتيه، سواء المراكز مكاتب المحامين او المحاسبين او الى اخره، يفترض انها انفتحت يعني. بس يعني طبعا يعني الانسان يفترض انه يكون يعني لابد ان هو يلتزم بالتعليمات اللي المفروض. نعم حريص السوشيال ديستانسينج، الماسك وكلام ماسك الى اخره. طيب احنا نخرج لفاصل ونرجع تاني، هيكون معنا الدكتور نبيل رزق وهو اخصائي نفساني وطبيب. نعم. وهنتكلم عن تأثير النفسي للعزل
والوضع اللي حصل في خلال الاربع شهور اللي فاتوا، وربنا يسهل، مش عارفين لحد امتى يعني. فهيكون بعد الفاصل معنا الدكتور نبيل على التليفون. احنا بنتبع التعليمات وبقدر الامكان برضو احنا في فيز 3 ما بيبقاش عندنا في الاستوديو اكتر من شخصين في الاستوديو يعني داخل الاستوديو، وباقي الضيوف على التليفون. تمام. وان شاء الله يعني احنا عندنا دايما بنتفائل خير، يعني تفائل الخير تلا. ففاصل ونعود اعزائي المشاهدين ونستكمل حلقتنا، وهيكون معنا على التليفون الدكتور نبيل رزق اخصائي النفساني، والاستاذ محمد سعير منورنا، ونتناقش معاه ونشوف ايه الوضع بتاعنا في خلال هذه الفترة. فاصل ونعود، ابقوا معنا. Cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help at IRUSA.org. 25 years together. العروسة بتحب أخوه very low. أني أخ فيهم؟ مش قلت لك واطية فظيعة؟ The husband will come back to life. Yeah, sure. I'll bet you half the money in the safe. It's okay. The brother was gonna fight it out. You call this a fight? Well, keep your eyes on Ramadan shows with Dish. Save $120 over 2 years with packages starting at $24.99 a month. All the Arabic channels you love only on Dish. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وكوفيد 19 وكورونا والتأثير النفسي على أكيد في ناس تأثرت يعني نفسيا، أربع شهور يمكن أكثر من أربع شهور دلوقتي قاعدين في البيت، وفي تأثيرات كثيرة ممكن بتحصل لأي شخص. صحيح. نفسيا ممكن يتأثر، ممكن يجي له نوع من أنواع الديبريشن، ممكن يعني أشياء كثيرة. فده يمكن نناقشه مع الدكتور نبيل رزق. نعم. معنا الدكتور نبيل على التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا دكتور. ازيك استاذ محمد، اخبارك؟ نجم متالق طول عمرك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، احنا بنتشرف بيك. ومعايا الاستاذ محمد سواعير في الاستوديو. مساء الخير دكتور رزق، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. ازيك استاذ محمد؟ اهلا وسهلا فيك، كل الاحترام. اربع شهور يا دكتور من العزل، وفي اكيد تاثير نفسي على الناس كلها، بس قول لي يعني حضرتك متخصص وام دي و سايكاتريست ويعني وخبرة كبيرة في هذا الموضوع، أكتر يعني شيء ظاهر على الناس في التأثير مثلا، هل الدبريشن، هل العصبية اللي انت شفته خلال فترة أكتر من أربع شهور؟ هو طبعا أولوز أباف زي ما بيقولوا، هو اكتئاب وقلق وخوف ووسواس، الوسواس قهري. الاكتئاب جاي من أولا الحبسة بتعمل اكتئاب. الموضوع طبعا فيه كلام كتير قوي، مصادر اخبار كتير قوي تخلي الناس مش عارفه ايه اللي بيحصل، بيتاخر العلاج، العلاج بيشتغل، العلاج ما بيشتغلش، البانديميك بتزيد، عدد بتزيد في حتت كتير، فالناس كلها طبعا بيبقى قلقان من بكره، مش عارف ايه اللي هيحصل، وعنده اكتئاب يعني، خايف، عنده شغل بيخسر شغله، الناس اللي هو شغلهم بيبقى طبعا ناس كتير من العرب بيبقى الشغل بتاعهم في الغالب بيبقوا هم اندبندنت، بيبقى سيلف امبلوي، بيشتغلوا لنفسهم، الاشغال دي كلها معظمها وقفت. الناس طبعا بتخاف وبيجي لها قلق، والاثنين مرتبطين مع بعض قوي. اللي كان بيظهر كمان في الاول هو الوسواس، الناس مش عارفه في النظافه هتعمل ايه، في ناس كتير قوي كانت بتستخدم مواد كيماويه مثلا قويه جدا عشان تنظف ايديها، عشان تنظف البيت. الحاجات دي كلها بدات تعمل بعد كده امراض في الايد، امراض في التشققات في الجلد، نوع من انواع كتيره من الانفكشن. فالموضوع بقى يعني كان مرتبط كتير قوي باعراض نفسيه مأثره على الناس، ولحد دلوقتي مأثره عليهم، والحبسه مأثره طبعا كتير قوي. حضرتك قصدك على المطهرات يعني اللي هي الكيميائيه؟ ايوه طبعا، يعني طبعا المواد الكيميائيه خاصه في البدايه كان في اكسسيف يوز، ما كانش في الناس نظافه، كانت بتلاقي اي حاجه عاديه كانت بتبدا تستخدم بقى حاجات قويه قوي، كلور ومواد قويه كانت بتاثر على الجلد بشكل او باخر. الناس طبعا كانت متوسوسه قوي بموضوع النظافه ولمسه اي حاجه،
طبعا ده كان بيؤدي لنوع من الوسواس. الأجانب طبعا أكثر حاجة كانت بتبقى ظاهرة هو موضوع القلق، القلق والخوف والرعب من تلمس أي حاجة، تخرج برا البيت، إن عياله يخرجوا ويرجعوا تاني، أو إن هو طبعا خاصة في الأول قبل ما يحصل إن يحصل كلوجر في الأول، كان في نوع من أنواع الخوف رهيب، ولحد وقت الخوف مستمر إلا يحصل بكرة، والموضوع ده هيخلص إمتى؟ وهل هيجي علاج ولا لا؟ هيبقى ولا أنا أسترجع الشغل المدارس؟ كل ده بيؤدي الخوف طبعا وقلق واكتئاب. طيب دكتور يعني تسمح لي أسألك، شو يعني النصائح اللي مثلا اللي حضرتك يعني باعتبارك أنك أنت ممارس لهذا التخصص يعني وساعدت الكثير في مجتمعنا، شو النصيحة أو النصائح اللي أنت ممكن أنك تقدمها لأخواننا المشاهدين؟ يعني إيش ممكن أعمال يقوموا فيها تخفف من مسألة الوسواس أو مسألة الكونفيوجن هذا أو مسألة الخوف اللي هم عايشين فيه؟ كيف يقدروا يتغلبوا على هذا حاله الاضطراب اللي هم عايشين فيها، وكيف بامكانهم يستفيدوا من هذه الفتره بطريقه ايجابيه بدل ما تكون بطريقه سلبيه؟ هو طبعا اكثر حاجه ممكن تهدي الواحد طبعا هو نوع من انواع طبعا الايمان والثقه في الله، وان اللي هيحصل بكره دوت حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى. الترابط طبعا، ان الناس تعمل لبعض سبورت، ان الناس بعض تطمن بعض. الواحد زي ما بيقول برضو وقلنا قبل كده ان جزء كبير قوي من العلاج النفسي مرتبط بان الواحد بيشوف الموضوع ازاي. في واحد ممكن يعي يحس ان نهايه الدنيا، وفي واحد بيعي بيقول الحمد لله انا خفيت وان الموضوع عدى بسرعه. فحسب احنا بنشوف الامور ماشيه ازاي. يعني لو واحد دلوقتي معيش هيقول الحمد لله انا كويس وصحتي كويسه، اما بكره ده بتاع ربنا والامور هتمشي كويس. واحد عيي وخف هيقول الحمد لله ادينا حقينا وتعافينا. فالامور لازم الواحد يشوفها بنوع من انواع زي ما بيقولوا البوزيتيف اتيتيود، او ان هو بيشوف الوش المليان الجزء المليان من الكوبايه زي ما بيقولوا. بس ازاي يا دكتور؟ يعني ايه الوسيله، ايه الطريقه؟ يعني بتبقى غصبا عن الواحد ان هو متخوف او متضايق او حاسس ان هو، يعني ايه اللي هو ممكن يعمله؟ يعني هل ايه الطريقه؟ زي ما قلت حضرتك هو نوع من انواع ان احنا بنربط بعض وبندي بعض نوع من انواع الثقه. انا مش عارف اقول لك يعني اكتر من ان احنا يعني احساس ايه اللي هيحصل، يعني اكتر من لو لا قدر الله هتعيا ان شاء الله هتخف. لو يعني الاحساس ان هو ان في حاجه بوست جاي، ان الامل ان في علاج جاي، الامل ان ربنا يحصل مثلا يحصل فاكسين هي، الامل ان اللي بيحصل مش بيحصل للشخص الواحد، ده موقف بيحصل ده جلوبال، يعني موقف حاصل في كل العالم، يعني مش حرب مثلا بتحصل في جزء معين ولا مشكله اقتصاديه حاصله في حته معينه، كل الناس مشتركه في نفس المأساة. فاللي بيحصل ان الشخص مش لوحده، فحاسس ان هو في المركب دي معاه ناس تانيين، فان شاء الله هتعدي بيه وهتعدي بناس تانيين. طيب. في حاجات طبعا تانية بنقولها للناس ان هي تقلل عليها الستريس، بس وضع ممارسه رياضه او ان واحد يمشي او واحد يعمل يوجا او يعمل حاجه اللي هي مديتيشن على النت مثلا، يبص على المديتيشن ويبدا يعمل حاجات من يوتيوب، حاجات زي كده ممكن تهدي الواحد شويه. بس الاساس في الموضوع هو الثقه، ان الواحد طبعا يقلل شويه من الاخبار وتضاربها وكثر السورسز بتاعتها، سواء من النت ولا من المحطات التلفزيونيه، وتضارب الموضوع والتخويف، كتر الاخبار وادمانها بيأثر على الناس قوي، لان هو بيدوهم نوع من انواع النظره التشاؤميه اللي هيحصل بكره. فخلينا يعني نحاول ان احنا نتفائل ان الموضوع بدا يقل، الاعداد بدات على تقل في نيويورك، الاعداد في امريكا عامه حتى لو هي في تزايد بس عدد حالات الوفاه بيقل. صحيح. الطريقه اللي هم الدكاتره بداوا بيتعاملوا بيها مع الحالات بقت تبقى مختلفه عن البدايه. كل دوت يدي هوب ان الموضوع ان شاء الله هيبدا يقل، وان الحياه هترجع تعود، ودي مش اول مره يحصل بانديميك في العالم والناس عاشت وهتعدي، يعني مش اول مره زي ما بيقولوا ياما دكت على راس طبول يعني. طب دكتور تسمح لي بس بسؤال ثاني. طب انا سامع حضرتك. الو اقول سامعنا يا دكتور؟ انا مستمع حضرتك، الصوت بعيد شوي. تفضل. نعم كنت بدي أسألك عن التعامل الإيجابي مع الأزمة، إذا أنك سامعني دكتور. يعني كثير سمعنا أنه في ناس مثلا قرر أنه يقرأ كتاب معين، يعني مثلا في خلال الفترة هاي، أو يبحث في مثلا علم معين، أو يطور حرفة معينة، أو مثلا يبدأ مشروع. ف
فبدل ما يكون هو يعني يتعامل مع الأزمة بشكل سلبي، يتعامل مع الأزمة بشكل إيجابي، يستغل الوقت اللي هو موجود بين إيديه بأنه مثلا يحسن من منزله أو من ثقافته أو من إمكانياته الحرفية. فهل هذا الكلام يعني أنت كشخص يعني متخصص، هل تعتقد أنه يشكل يعني خطوة صحيحة لأنك تنصح الناس فيها، ولا أنه هو يعتمد على الروحانيات والاجتماعيات أكثر من أنه العمل اللي هو يكون ممكن يكون عمل يعني فعلي؟ والله أنا أتمنى يكونوا سمعيني، لأن أنا سمعك بصعوبة شوية أستاذ محمد. اللي أنا أقدر أقوله لك إن يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني كل واحد على قد ما هو هيقدر يعدي مرحلة يعدي، اللي يقدر يعمل حاجة إيجابية زي ما حضرتك بتقول وعنده الباور وعنده الريسورسز يتوقع الله اللي يقدر يذاكر حاجة ويذاكرها من البيت أو يعمل حاجة جديدة أو يتعلم حاجة جديدة يتوقع الله. هي المشكلة بس إن الدنيا كلها قفلت، فبقت حتى لو انت عندك استعداد تعمل حاجة القدرات والريسورسز بقت اقل شوية. بس زي ما حضرتك بتقول لو واحد مثلا قاعد في البيت وقاعد بيدرس وعنده استعداد ان هو ياخد مثلا، كان كنت اعرف ستودنتس كتير ان هو بيقول ان انا هاخد مثلا سمر كلاسز لان هو قاعد فاضي كويس. في ناس بتروح تدرس حاجات على النت على اساس كل واحد بيستدي فروم هوم تمام. في ناس ممكن تعمل زي ما انت بتقول حتى بيعمل كونستراكشن في بيته بيعمل توضيب لو هو قدر، بس المشكله ان هو ساعات ان هو ما بيقدرش يدخل ناس غريبه جوه البيت. بس انت لو زي ما بتقول لو انت هتقدر تحول الدوت لطاقه ايجابيه دي حاجه برضو كويسه اللي حسب طبيعه الشخص وحسب طريقه تفكيره. طيب يا دكتور معلش، يعني هو حضرتك طبعا اكيد مر عليك حالات كثيره خلال الاربع شهور الماضيين يعني او ما زال، بس هل العلاج من خلال التليفون والزوم والفيديو بيدي نفس النتائج في المقابلة الشخصية زي المقابلة الشخصية قبل كده مثلا كنت حضرتك بتقابل المريض او بتقابل البيشنت عندك وكده فيس تو فيس، حاليا دلوقتي بتقابله عن طريق التليفون وعن طريق زوم وعن طريق الفيديوهات وكده، فالنتيجة واحدة؟ لا طبعا، هي طبعا الموضوع اصعب واصعب على الجميع، طب على كل الاطباء يعني، بس مش نفس التخصص بتاعي بس يعني. تخيل دوت مثلا في الامراض الباطنه او حتى في الجراحه بتبقى اصعب كتير لان هم بيبقوا محتاجين ان هم يشوفوا العيان. هو طبعا جزء كبير قوي في العلاج النفسي خصوصا مع العيانين الجداد ان هو بيبقى مهم قوي للدكتور ان هو يشوف العيان، ان كل حاجه بتمثل حقيقه يعني. العيان حتى لما بتشوفه مهندم ولا شكله متغير بيهتم بنفسه ولا سايب دقنه ولا سايب ضوافره بيعمل حمام بيتكلم ازاي وطريقه كلام حركه الجسم في رعشه، كل ده بيدي لك برضه انطباع كبير قوي عن حاله العيان. ده بتتخصص الجزء اللي حد ما وانت بتتكلم على التليفون او بتعمل زوم، والعيان نفسه كمان بيحتاج كومفورت. الكومفورت ده بيجي لما يكون هو قريب من الدكتور، حتى لو الزياره مش طويله جدا بس وجود حد معاك بيتكلم معاك بيطمنك، لان لغه الجسد بتدي نوع كبير قوي من الاطمئنان. للاسف طبعا كلنا بنفتقد، بس اكيد يعني عايزين نقول برضو تاني دوت الموجود والحمد لله موجود، الحمد لله ان في تكنولوجيا بتخلي ان الدكتور يتواصل صحيح مع العيان. يعني مين اكثر تاثرا في المواضيع دي كلها؟ هل الرجل، المراه، الاطفال، التين ايجر، مين اللي بيتاثر اكثر يعني؟ يمكن من خلال مثلا عملك وابحاثك وكده مين اللي بيكون عليه التاثير الاكبر السلبي يعني؟ هو طبعا اللي حصل اثر في الاول قوي على الكبار السن، خاصه لما كان كل الفوكس في الكلام ان المرض ما بيحصلش الا لسن معين، بيكون السن دوت مثلا فوق 60 سنه والمورتاليتي اللي هو عدد حالات الوفيات اخطر. فطبعا الناس الكبيره في السن وكلهم ناس كتير قوي طبعا بتبقى كبيره في السن بقى عندهم كرونيك بروبلمز هم اللي اتكلموا عنها، مثلا عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم امراض في القلب، فكله كان بيتكلم عن المناعه وتاثيرها على الناس دي وان هم ممكن يجي لهم المرض بسهوله وبتبقى فيهم نسبه وفيات كبيره. تركيز الميديا برضو وتركيز ان كل الكلام كان بيتكلم على النقط دي كان بيخلي طبعا الناس كبار السن عندهم تحفظ كبير قوي، عندهم نوع كبير قوي من الخوف، مش عايزين يخرجوا، مش عايزين حتى اهلهم يخرجوا من البيوت، فكان مأثر عليهم جدا. الغريب في الموضوع برضه هو الاطفال، لان الاطفال أيوة. على ان هم عندهم عدم وعي كامل بالموضوع، مش فاهمين ايه اللي بيحصل قوي حسب المرحله السنيه بتاع الطفل،
وقت لو مش شايفين ان في تغيير، التغيير دوت بيولد نوع من انواع الخوف، تحس ان هم هيجي لهم زي بعد كده بنقول عليها PTSD هو تروما. قعدوا من مدارس اهاليهم خايفين محبوسين، ما بيروحوش اي حته، مخوفينهم او في يعني نوع من انواع التخويف، هو حرص بس الحرص بينعكس على الاطفال نوع من انواع من التخويف، ان هو خايف الطفل مش فاهم بس حاسس في حاجه غلط، ان الحياه اختلفت. وطبعا الاسر لما يكون فيها توعى بحد بعيد دوت تاثيره على الاطفال طبعا، او حد توفى تاثيره على الاطفال بيكون كبير. بس انا ملاحظ ان هو نوع من التماسك ما بين الستات والرجاله، ان الحالات يعني على حد ما على قد بعضها، وان الناس اللي في الميدل ايج سواء كانت رجاله او ستات في نوع كبير او من التماسك، دي حاجه كويسه جدا. وبنشوف نوع كبير برضه من الرجاله بتاعتنا دوت في حد ذاته برضه حاجه مهمه. وصوتك بعد شويه يا دكتور كده، قرب شويه التليفون. انا مقول رقم التليفون بس انا حاسس ان في مشكله برضه، انتوا مش سامعيني كويس وانا لا لا احنا سامعينك بس يعني يعني واطي شويه الصوت يعني عايز يعلى سنه. طيب احاول على قد ما اقدر ازعل. بس هو صوتك مريح يعني يعني نعم. يعني هو ما ينفعش فعلا اللي حضرتك تكون يعني في هذا التخصص او بتاع اطفال. والله صراحة يعني الكلام الدكتور كله مطمئن، وبعدين روحانيات عالية جدا، زائد يعني نصائح طبية مفيدة جدا. هو الدكتور قال لي حاجة قبل ما نسجل يعني عجبتني جدا، قال لي ان احنا لما قالوا لك مثلا زي الناس اللي بتصوم الافطار الساعة 8 مساء، نعم، لو جم قالوا لك على الساعة 7 كده لا مفيش افطار الساعة 8، الافطار الساعة 8:30، فالناس هتضطرب وممكن الناس تضيع الصيام كله اللي فات ده كله من النص ساعه دي. فهل الوضع اللي احنا في امريكا فيه دلوقتي هو ده الوضع ده؟ احنا في النص ساعه دي اللي هي يعني صبرنا كل الفتره دي كلها وخلاص، مش يعني شايفه ازاي يا دكتور؟ هو زي ما حضرتك بتقول النقطه بموضوع الصيام، كان قصدي بيها ان احنا كان الاول لما ظهر الموضوع ان كان يعني احبس نفسك لمده شهر شهرين ثلاثه والامور بعد كده تتصلح. العمليه طالت جدا، فالناس خلاص بدات تزهق. يعني انت قلت لي مثلا شهر 2-3 انا ظبطت نفسي والسايكولوجي بتاعي وحياتي وعقلي ودماغي وفلوسي على ان انا هصبر شهر او 2 أو 3 وبعد كده الدنيا هتتفتح، بس الموضوع طول، فالناس بدات تزهق، وكل واحد بقى بيعبر عن زهقه او مشكلته بطريقه مختلفه، سواء اللي هو مش قادر يقعد في بيته ويخرج، والناس بدات تشيل الماسكات وتروح في حته تتخانق مع بعضها. الناس حتى لو انت ماشي في الشارع او سايق تلاقي ان في نوع من انواع النرفزه، الناس بقت متعصبه. صحيح. لان يعني طبعا كل تحت ضغط، والضغط بتاع كل واحد مختلف، سواء ضغط مادي او سواء ضغط ليه علاقه بالشغل او سواء ضغط ليه علاقه ان حد مات او حد عيان او ايه اللي هيحصل بعد كده. كل واحد الان اللي كان بيشتغل ساب شغله مش عارف يرجع امتى، طب واللي كان بيدور على شغل بقت فرصه في ان هو يدور على شغل اكتر اقل مش اكتر. زي ما قلت لحضرتك الناس اللي هي بتشتغل عندها مطاعم مثلا وعندها اي حاجه من الحاجات دي، الناس طبعا كلهم مش كوسة او عندهم ليموزين او خلافه، الناس كلها تبقى اندر بريشر على الشغل لان هو دول شغلهم يوم بيوم والدنيا مقفوله. حتى طيب الجامعه والمدارس حتى الاجازات متاثره. هو عندي سؤال اخير يا دكتور، معلش احنا ازعجناك. الناس اللي هم الحمد لله ربنا شفاهم وعافاهم من الكورونا، وازاي يرجعوا الحياة الطبيعية نفسيا، ازاي يتعاملوا نفسيا والقلق اللي كان عنده والخوف اللي كان قبل كده يروح؟ والله هو الاكثر ناس انا شايفهم يكونوا يعني مبسوطين هو الناس ربنا سبحانه وتعالى شفاهم وعافاهم، لان هو واحد كان اتعرض لموقف صعب وكان نوع من البلاء وربنا حفظه وخف ودلوقتي بقى اميون، والناس بتتسارع تشتري البلازما بتاعتهم وكده، يعني المفروض يبقى مبسوط يعني. فالحمد لله يعني كل واحد زي ما بقول لك حسب ما هو بيشوف. لو واحد مثلا لا قدر الله جاله المرض وحصل بعد كده مشكله المرض، مشكله ان هو فقد الشم او الحس شويه او اي مشكله في ايديه او في صداع، في ناس بيبقى عندهم تقوق شعر، في ناس بيبقى عندهم كروني باب حتى بعد ما خف، لو هو قاعد يفوكس على الموضوع ده مش مبسوط. بس لو بص الموضوع بقى بشكل ثاني، الحمد لله ان هو جاله المرض دوت، مش هو من ضمن الالاف اللي ماتت، وان الحمد لله الامور مشيت، وان
ان هو دلوقتي عنده اكتر من هيعه ان هو يرجع تاني شغله او يتعامل مع الناس، وان شاء الله يبقى يقدر يكمل وما يجوش المره التاني، ويبقى المناعه اللي كمان في جسمه دي تكمل معه على طول. لو الواحد شاف الموضوع اللي هو الجزء الايجابي فيه هيرتاح هيتبسط. لو فضلنا على طول نبص باللي ما عندناش مش هنبقى مبسوطين مهما كان عندك. صحيح. اتفضل دكتور. انا عارف الاستاذ محمد قال انه سؤال اخير، بس سؤالي راح يكون الاخير. باعتقادك الله يسعدك، كلك ذوق دكتور. باعتقاد يعني انا شفت وجهة نظر ثانية، يعني مثلا شفت ناس كثير يعني باستمرار يحكوا مثلا احنا we are in this together، this is on everybody، مثلا هاي الجمل كثير كنت اسمعها انا مثلا من زملائي المحامين او حتى من القضاة اللي هم متعصبين كانوا، لما كنا مثلا نعمل اجتماعات معهم كانوا يعني نوعا ما ألطف. فأنا وجدت إنه يعني تعامل الناس مع بعضهم صار في نوع من التكافل. فما بعرف هل تعتقد إنه هذا الحكي صحيح، ولا إنه بس أنا يعني مثلا أنا كنت أشوف شريحة معينة من الناس، ولا هل هو فعلا يعني ممكن يكون يعني قاعدة على الجميع، إنه لأنه المرض كان عام على كل فئات المجتمع، على الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء، يعني خلق نوع من التكافل الاجتماعي، إنه كل الناس كانوا حاسين بوجع بعض بنفس الوقت، وشكل نوع من الترابط أكثر من الوقت اللي كان فيه قبل ما يبدأ الوباء. وطبعا زي ما حضرتك بتقول الأزمات بتولد نوع من أنواع الترابط أو التوحد، لأن كل الناس بتحس زي ما نقوله بيقولوا زي مركب واحدة. الأزمة مأثرة على الناس كلها، وإن إحنا كلنا تحت موقف لازم كلنا نطلع منه مع بعض. أنا جانب ساعات الأزمات بتطلع في ناس كتيرة قوي حاجات كويسة، الناس بدأ بتحس ببعض، تحس إن في مشكلة عند بعضها، تحس إن هي عايزة تساعد بعض. هو كمان بيزيل نوع من أنواع الفروق، مش بس الغني والفقير، ده بيزيل الفروق اللي هو اللي فيها إثيكال أي حاجة. ما بقاش بقى فرقة إن المرض جاي سواء أسود أو مسلم أو مسيحي أو يهودي، الدنيا كلها متأثرة. صحيح. الناس كلها تساوت يعني. وفي نفس الوقت كمان احنا كلنا متأثرين وعايشين في نفس المكان. صحيح. هو طبعا بيؤدي نوع من انواع الترابط الاجتماعي زي ما قلت. وما تنساش كمان ان الموضوع مش بس حاصل في امريكا بس، ده حصل في العالم كله. صحيح. فبيحسسك برضو بشيء نوع من انواع التعاطف مع العالم كله، لان يعني كلنا تحت المشكله. يعني ما بقاش مثلا حد بيشوف ان دي دول غربيه ولا دي دول عربيه ولا دي دول اسلاميه، حاسس ان المصيبه على العالم كله، والعالم كله بدا بيجمع نفسه عشان يخلص منها. كلام مظبوط 100% يا دكتور، وكلامك مريح، وان شاء الله المره الجايه تكون معنا في الاستوديو، يعني نشوفك في الاستوديو المره الجايه. ربنا يكرمك يا استاذ محمد، وده لينا الشرف، مش اول مره نتكلم معاك ولا اول لا 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 طبعا طبعا احنا بنتشرف بيك دايما يا دكتور، وانا بتشرف بالكلام معاك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا 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 دكتور، تصبح على خير. صحيح الموضوع بتاع يعني هو شيء يعني غير مرئي بالعين المجرده، ولكن خلى الناس كلها سواسيه طبعا، الغني والفقير، الابيض والاسود، الديانات المختلفه، ما خلاص ما بيفرقش. والله انا يعني انا لما سالت الدكتور انا يعني كنت اتعامل في بعض القضاة كانوا صعبين جدا، قساة بطريقه شيء غريبه. صرنا لما صرنا نعمل المكالمات الهاتفيه يعني حسيت انه تغيروا، يعني مثلا هاي عباره انه وير ان ذس توجذر مثلا كثير اسمعها من القضاة، يعني هم تلقى يعني بلاين اللي هم الفادرز يعني رول، يقول لك انه احنا بهذا الموضوع مع بعض، خلينا ايزي يعني ايش اذر وليتس فيل فور ايتش اذر والى اخره. فانا اتصور انه من جزء حسنات الـ هذا الوباء انه خلقت نوع من الوحده الاجتماعيه والترابط الاجتماعي، اضافه انه الناس شعرت بانه يعني انه انها بحاجه بعضها. صحيح. بحاجه انها تتعاون. صحيح. مع بعضها. يعني مش كله سلبي، في ايجابي برضه، في ايجابيات. طيب هيكون معنا الدكتور جمال موسى ودكتور العلاج الطبيعي. ودكتور جمال طبعا موضوع احنا يعني في ناس ناسية ان موضوع العلاج الطبيعي ده له اهمية خاصة جدا. نعم. لان خلال الفترة اللي فاتت دي ممكن واحد دخل الحمام رجله اتعوجت. نعم. وقع، الناس بتخاف تروح المستشفى،
يعني الناس عندهم تخوف من انه يروح الامرجنسي، بيقول لك الناس هناك ممكن يبقى في اي اصابات، يبقى في ممكن اتعدي. اصبح الناس كان في ناس مستمره في علاج طبيعي دايما. هو الدكتور جمال كان يحط تمارين مجانيه على صفحه الفيسبوك. عايز نعرف منه بقى، نعرف من الدكتور جمال ايه اللي المفروض نعمله. نعم. ف ومعانا الدكتور جمال على التليفون. تفضل. الو. السلام عليكم. الو، عليكم السلام. انا دكتور. ده حضرتك. ازاي حضرتك؟ ازاي الصحه؟ ممكن بس تعلمنا الصوت شويه. اتفضل يا دكتور. سمعني؟ محمد اهلا بحضرتك فندم، واتمنى نكون حضرتك بخير والاسره بخير وكل المشاهدين بخير. ربنا يخليك. ومعايا الاستاذ محمد سواعير طبعا. مساء الخير دكتور. بيتكلم عليك دلوقتي يعني. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كيف احوالك يا دكتور؟ ان شاء الله انك بخير. بخير والله، منور والله، الله يكرمك وحشتنا. اهلا وسهلا بك. فتوني كنت يعني قبل لحظه كنت احكي للاستاذ محمد، اقول الدكتور جمال كان يعني مشكورا، كان يشاركنا بتمارين بالباك يارد تبع البيت تبعك انت واولادك، فكنا يعني نستفيد منك بطريقه او باخرى حتى لو ما كنت موجود انت في العياده، نستفيد من تمارينك اليوميه. حاجه جميله يعني. يعني حضرتك يعني الموضوع ده مش بس وظيفه وبروفيشنال فيه وعندك فيه يعني باع كبير، ولكن انت عندك حب للشغل ده، للعمل ده. لا، هو طبعا الاحساس بالمشكله اللي موجوده عند الناس، ويعني انطلاقا من مسؤوليتي كبروفيشنال، لازم برضو احاول اشجع الكوميونتي بتاعتي او اقاربي على الفيسبوك او اصدقائي، بحيث ان احنا نتحرك ويبقى فيه تفكير ايجابي بدل ما نستسلم للسلبيات ونبدا نشوف مشاكل طبيه فيما بعد. طب يا دكتور، المفروض اللي احنا ايه اللي المفروض نتبعه في فتره العزل يعني عشان نحافظ على ان احنا يكون عندنا دايما لياقه بدنيه؟ وطبعا دي بتختلف من الاطفال للكبار للتين ايجرز، ان احنا يكون عندنا دايما يعني في اشياء لابد ان هي تكون يوميه حتى لو انا في البيت، ايه اللي المفروض اعمله؟ طبعا لازم نفرق ما بين واحد في العزل يعني هو عنده كورانتين هيمسيلف، وبين ان احنا قاعدين في البيت ستاي هوم. ستاي هوم لبقيه الفاميلي اللي ما عندهمش اي اعراض، لازم على الاقل من 30 ل 60 دقيقه كل يوم اكسرسايز. عشان نضمن ان احنا ما نخشش في المشاكل اللي بعد ما بنرجع من الشغل نلاقي نفسنا مش قادرين، في الام شديده، في تيبس في المفاصل، في تشوهات في القوام بدات تظهر، كل دي نتيجه للانكتيفيتي او الفتره اللي قعدنا فيها في البيت وما عملناش حاجه. نعم دكتور. احنا مثلا خدنا نعم اتفضل دكتور، شو العلاقه يعني الطبيه بين الانسان اللي يمارس التمارين بشكل مستمر وبين انه يكون شخص منتج او شخص متفائل، بين الشخص طبعا اللي يكون ما يمارس التمارين ويكون شخص متشائم وغير منتج، هل في علاقه يعني طبيه بين الموضوع هذا ولا انه ما فيش؟ طبعا طبعا، سؤال حضرتك مهم جدا جدا. الانسان الرياضي بطبيعته او اللي يمارس رياضه بانتظام دايما بيبقى فيه عنده إيجابية في التفكير، سرعة في اتخاذ القرار، نشاط في عمله، سوشيالي كويس، كونكتد بالكوميونيتي بتاعته، في الناس خدوه، كل ده بسبب حاجة في المخ، في الستريس والليزنس والحياة الروتينية، بيبقى في خمول في الجسم نتيجة لأن الجهاز العصبي المركزي في جزء في المخ اسمه الأميجدلا، دي حتة في الفص الأمامي من المخ، لما بيبقى في انكزايتي وفير خصوصا في الظروف اللي احنا فيها، بيحصل ان النشاط بيبقى عالي جدا للمنطقه ديت، وبتعمل يعني زي ما تقول زياده في التوتر، سرعه في التنفس، نفوس غالبا اتجاه سلبي، كل ده بيجيب مشاكل عكسيه فيما بعد. ففعلا الرياضه بتنبه الجزء ده من المخ وبتخلي فيه هرمونات السعاده تفرز وتحس ان انت انسان جديد بعد ما بتعمل نشاط رياضي. طب حضرتك بتقول احنا بنعمل 30 ل 60 دقيقه كل يوم يومي اكسرسايز، ايه نوع الاكسرسايز اللي المفروض الواحد يعمله؟ هنرجع بقى للوضع اللي هو لو احنا بنتكلم عن
البانديميك اللي احنا فيها دلوقتي، فاحنا في عندنا اوت دور ممكن نطلع بره، وفي ان دور. لو أيوة. انا هطلع اوت دور، لو انا هطلع اوت دور ما فيش ريستريكشن يعني الكورونا والبروتكشن، طالما انت واخد حذرك وعامل السوشيال ديستانس بتاعك والمسافه اللي بينك وبين الناس في حدود المعقول، انت ممكن تعمل راننج، ممكن تعمل رايد ذا بايك، ممكن تمشي فاست ووكينج، ممكن تعمل هايكنج، تطلع متسلق جبل صغير وترجع. يعني لازم يبقى في نشاط يومي اوت دور. طب لو في مثلا مطر او في اي حاجه ومتمنع الاوت دور اكتيفيتي او ان انا اخرج بره البيت، اعمل اكسرسايز هي يعني ما قل ودل. هقدر استخدم البادي ويت بتاعي، البادي ويت بتاعي ان هو ده يبقى المشين اللي هتشغلني. يعني مثلا لو عملت بوش اب انا بستخدم جسمي، تقل جسمي على دراعي فبقوي عضلات ايدي. لو انا بعمل سيت ابس عشان بطني، انا بشيل الجزء الامامي بعضلات بطني، فبالتالي كاني جايب وزني وبشغل. فاستخدام البادي ويت از تول في البيت بيسهل وبيخلي الاكسرسايز مور افكتيف. اهم رول في الاندور اكسرسايز ان انا اميك شور ان الهارت ريت بتاعي او ضربات القلب تبقى سريعه، ويحصل النوع اللي هو النتيجه الطبيعيه للتمرين الرياضي، واحس بالسويت واحس ان انا فعلا بدا جسمي يتشد. طبعا النصيحه العامه ان انا لازم ابدا بستريتش خفيف لكل عضلات جسمي، وورمينج اب مثلا 10 دقائق، وبعد كده اخش في التقيل شويه صعب الاكسرسايز، ودايما انهي التمرين بتاعي بتنفس واقلل المستوى المقاومه شويه شويه لحد ما ارجع الهارت ريت بتاعي او معدل التنفس بتاعي يرجع للنورمال ليفل. طيب يا دكتور، يعني اكيد طبعا كان في خلال الفتره اللي فاتت دي عندك حالات كثيره اتقطعت ان هي تيجي العياده او المكتب، فكنتوا بتعالجوهم عن طريق الافتراضي، يعني عن طريق مثلا فيديو، عن طريق التليفون. طيب. فكان ده بيبقى له تاثير ازاي؟ وما عندوش مثلا الاكويبمنت اللي انتم بتستعملوها او المعدات اللي بتستعملوها؟ طبعا طبعا، هو حصل شيفت في الهيلث كير سيستم مع البانديميك نفسها، والادفايس ان everybody stay home to be safe. فالهيلث كير سيستم غير بعض القوانين واتاح حاجه اسمها التيلي ثيرابي. التيلي ثيرابي يعني العلاج الطبيعي عن طريق التليفون او عن طريق الانترنت او عن طريق الفيديوز، وتعمل كوميونيكيشن مع العيان وبتبعت له الاكسرسايزز، وممكن يعملها قدامك في الفيديو وتكوركت وتعمل له التصليح للتمارين وتفولو اب معاه سيشن افتر سيشن، خصوصا الناس اللي كانوا كبار السن اللي كانوا بيجوا لنا العيادات وما قدروش نظر لتعذر الانتقال والمشي الكلام دوت. هو في بيته بقدر اقول له مثلا انت، لو هو مثلا كان عامل عمليه تغيير مفصل للركبه او تغيير مفصل الفخذ او عامل مثلا عمليه في ظهره وانقطع العلاج بتاعه، فعشان ما يخسرش التحسن اللي عمله في الفتره الماضيه بنبدا نديله التمارين ونتابعه عن طريق سوفت وير معين بيبقى فيه بروتكشن عشان خاطر البرايفسي بتاع العيان، وبيبقى فيه كوميونيكيشن عن طريق بروجرام معين برضه سكيور. طبعا هي هيبقى فيه شويه حرمانيه من بعض المانيوال اللي هو الدايركت كونتاكت مع العيان، او بعض الماشينز اللي ممكن تكون لها افكت مع التريتمنت بتاعه، بس هو يعني يعتبر افضل الحلول في الفتره الحاليه. يعني شيء رائع جدا صراحه. طبعا شيء رائع جدا. بعدين عيد ميلاد الدكتور كان قبل فترة بسيطة، ف عيد ميلاد سعيد وكل سنة طيبة. شكرا جدا. شكرا. طيب شكرا لكم. اربع شهور يا دكتور تقريبا في تأثيرات كثيرة ممكن تكون سلبية على المفاصل وعلى العظام وخلافه، يمكن الناس ما اتبعتش التعليمات اللي هي الاكسرسايزز وكده، فازاي بقى نعيد اصلاح ما تم اتلافه خلال الفترة اللي فاتت دي؟ طبعا الان اكتيفيتي والقعده في البيت طبعا بيزيد مده الجلوس على الكرسي او على الكنبه او على السرير. يعني معظم الناس، طب انت بتشتغل، حتى لو بشتغل من الهوم باخد التليفون بتاعي وابدا اعمل فون كولز من على الكاوتش، يا اما نايم على جنب معين يا اما قاعد ميل لقدام، بقوم بلاقي جسمي متكسر. فحضرتك يبقى الان اكتيفيتي اول حاجه المفاصل نفسها بيحصل فيها تيبس، العضلات بتقصر بيحصل فيها تايتنس اكتر من الموجود، خصوصا لو ما كانش فيه اي اكسرسايز في البيت الفتره اللي فاتت.
بيحصل فيه الضمور في العضلات. يعني لو واحد بيروح الجيم باستمرار وكان بيلعب ويت وهيبص تلاقي الكونتور بتاع العضلة نفسها القطر بتاعها قل في الحك، ده نتيجة لأنه خسر جزء من العضلات بتاعته. الحاجة الأخرى اللي هي كمان بيحصل تشوهات في القوام زي انحناء أمامي أو يحصل آلام في العمود الفقري، ده برضو ممكن يأثر. الحاجة المفاصل نفسها بتتغذى بالحركة، يعني أنا مثلا لما بمشي مفصل الركبة الكارتلج اللي في الركبة اللي احنا بنسمع عنه لك ده الكارتلج بتاعه التآكل، الكارتلج ده بيتنبه وبيتغذى بيجي للنوتريشن بتاعته المفيدة عشان يستي in the good shape عن طريق البريشر وريليس. البريشر وريليس ده بيحصل أثناء المشي مثلا أو أثناء التمرين الخفيف، فانا لو ما عملتش الكلام ده بيحصل فعلا ان الكارتلج بتبقى رقيقه جدا وبيبقى في فرصه لان خشونه المفاصل تزيد والام العضلات وكسور في الدوره الدمويه وطبعا مشاكل القلب وكمان زياده الوزن مع عرضه لانه يبقى يجي له السكر او لو كان هو بوردر لاين. طب في سؤال يا دكتور، في سؤال محترين فيه دايما، يعني هل صعود السلم يؤثر على الركب سلبيا ام ايجابيا؟ بص يا استاذ محمد، انا عايز اقول لك على حاجه. احنا طبعا احنا معمولين ربنا خلينا ومدينا الركبه عشان نطلع بيها وننزل ونعمر في الارض، فمعنى كده ان احنا الاكتيفيتي اي اكتيفيتي ايا كانت سواء صعود السلم او سواء اي نشاط مطلوب ان احنا نبقى قادرين نعمله وفي نفس الوقت بنعمل صيانه لجسمنا عشان نفضل نعمله. انما لو احنا اهلنا الجسم وزيتها في الوزن وما عملناش رياضه وجايين دلوقتي ندور اذا كان اطلع سلم ولا ما اطلعش، طب اذا كنت انا مثلا ساكن في الدور الثاني لازم اطلع، ففي طرق بتخفف من وطئه او من اللود على الركبه. في طلوع السلالم مثلا لو عيان عنده مثلا ركبته اليمين فيها الم او فيها تمزق في غضروف الركبه او فيها رباط مقطوع، بحاول بقول له يعني اطلع برجلك السليمه الاول وبعدين حط رجلك اللي بتوجعك جنبها وانت نازل، يعني انزل برجلك اللي بتوجعك الاول. دي كلها نصايح، بس يعني اللي انا كنت عايز الفكره اللي انا كنت عايز اقولها بالظبط ان طلوع السلالم في حد ذاته ما ينفعش نقول ايه هو اجينست ولا مع، هو ضد الركبه ولا في مصل ولا يضر الركبه، خدت بال حضرتك؟ لان احنا محتاجين نطلع ومحتاجين نتحرك، بس لو العيان اوريدي عنده مشاكل في الركبه طبعا طلوع السلالم هيزود اللود فيها. فبالتالي لو واحد مثلا في سن كبير وعنده خشونه في المفاصل بقول له مثلا يستحسن لو سكنت في دور ارضي او لو استخدم الاليفيتور از ماتش از يو كان وهكذا. يا سيدي يعني معلومات حضرتك بتمشي كتير استاذ محمد سعيد، يعني رياضي. لا استاذ محمد ما شاء الله عليه، يعني انا طيب. ما رحت الجيم مره لما لقيته هناك ما شاء الله. طب هل مصاب الكورونا محتاج للعلاج الطبيعي؟ يعني المصاب اللي هو موجود وفترة عزل محتاج للعلاج الطبيعي وهو مصاب بالكورونا وعنده يمكن حرارة مرتفعة، عنده صداع، عنده ألم؟ طيب أكثر الناس احتياجا للعلاج الطبيعي، بس طبعا هيبقى في مراحل. يعني مثلا هو أخصائي العلاج الطبيعي عضو أساسي من التيم اللي موجود في الاي سي يو، يعني الناس اللي بيخشوا على فنتليتور او بيتحجزوا في العنايه المركزه بيبقى من ضمن الاستاف اللي بيعدي عليهم كل يوم الفيزيكال ثيرابيست. ده بيعلمهم ايه؟ اول حاجه بيحسن التنفس بتاعه، الباترن طريقه التنفس بتاعه بيحاول يحسنها عشان النسبة الاكسجين ما تقلش. بيحطه في اوضاع في ريلاكس. طبعا عيان الكورونا بيستخدم عضلات اللي هي المساعده، يعني مثلا العضله الاساسيه للتنفس هي الحجاب الحاجز، العضلات اللي بين الضلوع. بيستخدم بقى العضلات الاكسسوريز زي عضلات الرقبه، فبص تلاقي دايما من كتر ما بياخد شالو رابد بريدنج بيبقى عنده تشنج في عضلات رقبته وكتاف من كتر التنفس السريع والهبوط والشورت دوت، فبيحصل له تقلصات وسباس. فالفيزيكال ثيرابي بيروح يعمل له استريتشات للمسلز دي ويحط في اوضاع تريح العضلات اللي هو بيوفر يوز، وفي نفس الوقت بيحسن طريقة التنفس بتاعه. الحاجة الثالثة المهمة جدا اللي الفيزيكال ثيرابي أو العلاج الطبيعي بيعملها مع عيان الاي سي يو في حالة الكورونا، إنه لما بيكون العيان بدأ يجيله
السكريشنز وبيسموه البلغم او السائل جوه الرئه بتاعته، بيحطه في اوضاع معينه يساعده على انه يتخلص منها، انه يكحها او يطلعها بره. فممكن على حسب اللوب وعلى حسب الاشعه بتاعته، يعني مثلا لو واحد عنده اللور لوب انا لازم على الليفت سايد يبقى لازم انيمه على الرايت سايد وارفع رجل السرير مثلا 6 انش عشان اميله بطريقه بحيث لما اكححه او اقعده 10 دقائق في البوزيشن ده وبعد كده اقعده وخليه يكح، تبص تلاقي يجيب كميه اكتر. كل ما بيتخلص من كميه البلغم اللي في صدره كل ما كان الاكسجين بتاعه بيتحسن وبيبقى مش محتاج يتحط على فنتليتور. الحاجه الاخيره ان انا دايما يبقى في مرتين في اليوم اكسرسايز لمده اكتف لمده 30 دقيقه، من 15 ل 30 دقيقه، عباره عن ايه؟ حركه من غير مقاومات خالص، من غير اي ويت ولا حاجه في الايد. اهمها ان انا افتح صدري وان انا ارفع دراعاتي وان انا اعمل زي مرونه لعضلات الظهر، خدت بال حضرتك، واعمل تمارين لتنشيط الدوره الدمويه. ده بالنسبه للعيان اللي اوريدي عنده كورونا. اللي عنده كورونا. شيء طيب. طيب المعافى بقى من الكورونا دكتور المفروض يعمل ايه؟ المعافى من الكورونا اهم شيء طيب. اهم شيء ان هو لازم يحط خطه لنفسه. يعني انا دلوقتي انا راجل على حسب الليفل بتاعه، يعني مثلا الاستاذ محمد السواعيري راجل رياضي. أيوه. الليفل بتاعه عالي جدا، كان بيشتغل على ويتس وكان بيشتغل على ماشين ذهبي، خدت بال حضرتك؟ فده الاكسبكتيشن بتاعه او البرنامج اللي هيحطه لنفسه اثناء فتره الستينج هوم هيبقى مختلف عن واحد كان عادي خالص، نشاطه عادي خالص، بيروح الشغل بيطلع السلم دورين وبعد كده بيخش يقعد على المكتب 3-4 ساعات بيعمل فون كول وبعد كده بيعمل نفس الحكايه وهو راجع، خدت بال حضرتك؟ فكل كل واحد له مستوى معين من التمرين. فلو احنا بدأنا مثلا بحاجة البدائيات خالص اول حاجة تمارين السعادة، وانا بسميها تمارين السعادة لان هي دي تمارين التنفس وهي دي اكتر حاجة احنا محتاجينها في فترة الكورانتين او الستينج هوم. أيوة. ازاي دي بقى دكتور؟ ايوه ازاي دي؟ ما عندناش طبعا التنفس مهم جدا ان انا استخدم الحجاب الحاجز بتاعي اللي هي العضلة الرئيسية في التنفس اللي هي احط ايدي تحت صدري عند البطن كده واخد نفس بحيث ان ايدي دي هي اللي تترفع وتهبط. لو انا اخدت نفس بصدري من فوق، يعني اللي بيتحرك هو صدري من فوق، معنى كده ان التنفس بتاعي شالو ورابد سريع وخفيف. انما لو انا اخدت نفس من البطن من تحت معنى كده ان التنفس ان الهواء بيخش على الرئه من تحت ويملى الفص اللي هو السفلي بتاعها وبالتالي نسبه الاكسجينيشن اللي موجوده في اللنج تكون عاليه. خدت بال حضرتك؟ فده بيسموه الدايفراجماتيك بريزنج واهميته ان هو بيزود الاكسجين الموجود في الدم. يعني لما الواحد يتنفس يبقى يحط ايده تحت الحجاب الحاجز كده وبطنه ترتفع على يعني على 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 فم المعده كده من تحت واخد نفس، وانا باخد النفس المفروض ايدي تنزق، يعني انا ايدي ببطني كده وانا باخد النفس ان وانا بخرجه بس فتره اخدان النفس لو كانت بتاخد في 4 ثواني بطلع النفس في 7 ثواني، يعني بحاول امد شويه في خروج الهواء او ابطا في خروجه بحيث انه ياخد مده اطول. دي قاعده مهمه جدا. الحاجه الثانيه في التنفس ان انا اتنفس من مناخيري من الانف، لان النوز ده فيري امبورتنت بارت من الجهاز التنفسي بتاعنا. بمعنى ما نقدرش نهمل الجهاز اللي ربنا خلقه لنا ده، فيه التكييف بتاع الهواء وفيه اللي بيدفيه وبيسقعه على حسب درجه حرارته، فيه حاجات بتقتل الميكروبات وفي انتي بكتيريال وانتي فايرال وبيهدي بيخلي الهواء اللي داخل ونسبه الاكسجين بتزيد فيه لو احنا عملنا حاجه اسمها هولد بريث. طبعا كنت اتمنى نكون في الاستوديو بحيث ان نعمل ديمونستريشن عملي. طبعا بس يعني انا اقصد حضرتك بتنفس من الانف وبيخرج النفس من الفم. من الفم بس هو خروج النفس من الفم عامه خروج النفس من الفم بيبقى معاه البيبر او بيبقى معاه رذاذ، فبالتالي بنعمل الخروج من الفم بهدوء وبالراحه خالص بحيث ان احنا ما نعملش واشنج، يعني بقاش سريع، لازما خروج النفس يبقى في وقت ضعف الوقت اللي خدنا فيه النفس.
فهمت يعني النفس يعني مسألة من الفم من الانف ويخرج من الفم بس بطريقه هاديه. يعني الدكتور نصيحه الدكتور انك تبدا يومك بعمليه التنفس، يعني اول اجراء تعمله باليوم بعد ما تصحى من النوم انك تحاول انك انت تستنشق اكبر كميه ممكنه من الاكسجين، وتعطي يعني زي تمرين للرئتين بحيث انك انت تعطي اكسجين للرئتين للجسم. يعني اعتقد هيك فهمت انا من طبعا من النصيحة. طبعا حتى يعني من اشهر الابحاث والكتاب للدكتور ايمن دانيال ده عنوانه Feel Better Fast and Make It Last، والفكره الاساسيه في الكتاب ان هو بيتكلم عن ازاي ان التنفس بينبه الجهاز العصبي اللا ارادي وبينشط كل اجهزه الجسم، وبحيث ان انت تبدا يومك بيوم بنشاط غير عادي. نعم. طبعا تمارين التنفس تبقى جزء من الاكسرسايز بروجرام بتاعك سواء قبل في النص او في الاخر، وطبعا حاجه كويسه جدا لو بدات يومك بالتمارين التنفس. طب اسمح لي دكتور بالله، انت خلال عرضك للنصائحك حكيت انه حتى التمرير يكون مفيد لازم انه الانسان يحافظ على دقات القلب تكون متسارعه بحيث انه يصل لمرحله انه يصير فيه سويتنج، يعني يصير تعرق ويستفيد. طب هل انه المشي اللي هو بطيء يعني اللي هو يعني ما يوصل لمرحله في دقات القلب تتسارع بحيث انه الانسان يصل لمرحله انه يصير ما عنده تعرق، هل هذا الكلام مفيد يعني او انه يكون هذا مجرد انه حركه غير مفيده للجسم وما ينتج عنها اي يعني اي فوائد من ناحيه تطوير؟ هو طبعا ده اقل الواجب يعني، ولكن انت عشان تستفيد لو انت طالع بهدف معين في دماغك ان انت عايز تعمل اكسرسايز لازم على الاقل الفاست ووكينج، على الاقل الفاست ووكينج، مش هقول لك الرانينج، في بعض الناس ما بتقدرش تجري، اعمل فاست ووكينج. وبعد كده لو انت حسيت ان الهارت ريت بتاعك، وطبعا في انت لو حضرتك عارف وخبير في الموضوع ده في الرياضه ان احنا عندنا حاجه اسمها الماكسيمم هارت ريت، انت ما بتعملش تمارين او تجري على التريدميل لحد ما الهارت ريت بتاعك يبقى مثلا 200، لا في حاجه اسمها ماكسيمم هارت ريت، خدت بال حضرتك؟ فهو انت لو لو لو, لو بتشتغل في 70% او 60% من الماكسيمم هارت ريت بتاعك انت سيف. بتكلم على من الناحية الأخرى، من ناحية الناس الضعاف خالص اللي هم ما بيمارسوش رياضة، طبعا لازم الهارت ريت بتاعي يزيد ولازم يبقى فيه سويت، لأن غير كده أنت ما أنت يا دوب بتعمل اللي هو اليوجوال ثينج اللي مش هيأثر، مش هيزود الكفاءة القلب وكفاءة الجهاز الدوري بتاعك. طب إزاي أعرف الهارت ريت بتاعتي يا دكتور؟ طبعا أنا ممكن أقيس، أول حاجة أنا ممكن أقيس الريستنج هارت ريت، يعني وأنا قاعد كده قبل ما أعمل التمارين بشوف الهارت ريت بتاعي. بقيسه، بحط ايدي على الريست وبعيد البلس بتاعي، خدت بال حضرتك؟ بعيد لقيته مثلا 80، انا عند رينج من غير اي دراسات ومن غير اي كعبله كده، لا اوصل لحد 120 وانا سيف خالص ايا كان عمري، خدت بالك؟ مع عدا الناس اللي عندهم مشاكل مثلا في القلب او مشاكل جامده جدا اللي لازم يبقى مونيتور ولازم يبقى تحت اشراف طبي، بس انا بكلمك فرانكلي سبيكينج كده عند معظم الناس يعني. فانا بالتالي انا اقدر اجري شويه امد سريع، وبعد كده اقيس وانا بمده في اخر الجري بتاعي بقيس النبض بتاعي، لو لقيته بقى سو فاست والعدد بتاعه كتير بقى 160، لا محتاجه اخد ريست، محتاجه اقلل شويه، اعرف الليمت بتاعي كده. انا عرفت الليمت بتاعي لما بجري مثلا 20 بلس، انا ما بوصل لل 160، انا عايز ابقى 140 خلاص، يبقى هعمل مثلا 15 بلس. وبالتالي انا كده بطريقه مبسطه جدا للانسان العادي انا قدرت احدد التريننج بتاعي. انما الناس الرياضيين عارفين كويس قوي ايه هو الماكسيمم هارت ريت، وبيقدروا يظبطوه ويبقى معاهم الماشين اللي بتدي لهم البلس والاكسجين كمان وكل حاجه. كلام جميل يا دكتور والله، بس احنا كنا عايزينك في الاستوديو هنا عشان ده يبقى شرح وافي وعملي في الاستوديو، ولكن ان شاء الله وعد باذن الله لما الامور تتحسن نيجي ونشوف ونتشرف فيك. طيب انا هاخد بس معاكم في دقيقه كده نصيحه للساده المشاهدين في خلال الفتره اللي احنا فيها دي، اللي حضرتك تنصح بيه كل المشاهدين. طيب انا اهم حاجه طبعا اليوجا مثلا، انا بنصح الناس انه كل واحد يقرا عن اليوجا ويعرف اوضاع معينه
يقدر يمارسها، يقدر ياخدها من غير اي الام، من غير اي ستريس على مفاصله. اليوجا، اليوجا من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بتساعد على زياده التركيز، الريلاكسيشن والاسترخاء الجسم، وطبعا بتحسن التنفس برضه لان في جزء كبير منها مرتبط بالتنفس. فتيالي من الحاجات المهمه جدا الواحد يبص عليها في الفتره اللي احنا فيها ديت اليوجا. دي مهمه جدا دي اليوجا. ففي طبعا حاجات اونلاين كتيره، مش لازم الواحد يبدا بالحاجات الصعبه، يبدا بحاجات سهله جدا جدا ممكن تساعده في الفتره ديت، على الاقل على الاقل ان هو بتعمل له استرخاء، بتزود الهرمونات الكويسه اللي في الجسم، بتساعده انه يخرج من اللي هو العصف الذهني ومتابعه الاخبار والتوتر، كل ده مهم جدا. وطبعا الناس ممكن تشوف يعني اللي تعرف عن اليوجا اكتر من خلال اونلاين ويدخل ويشوف ازاي يمارس اليوجا. بالظبط. بس دي حاجه مهمه جدا قبل هختم بيها معلش، اللي هو طبعا القوام البوتشر، لان العمود الفقري بتاعنا هو الخاسر الاول في موضوع الكورونا. انا جاي لي، انا فاتح تقريبا بقى لي شهرين بعد، يعني احنا فاتنا شهرين اوف ورجعنا بعد ما البلد بدات تفتح شوي. طبعا انا بشوف مشاكل كتيره جدا جدا في العمود الفقري، الناس ما كانتش بتجيلي بقى لها 3 4 سنين، جم دلوقتي وكلهم بيشتكوا. ليه؟ لان احنا عندنا في تايم، في اعداد غلط كتير، وفي ضعف حصل في المفاصل كتيره جدا. فضروري جدا ان احنا لما بنستخدم اللابتوب وبنعمل شغل من البيت لازم نحدد الوقت بتاع السكرين تايم بتاعنا. انا هشتغل على اللابتوب نص ساعه، لازم اقوم 5 دقايق اعمل ستريتش. ولازم تاني حاجه طبعا. لازم اخلي الديفايس بتاعي سواء لابتوب او تليفون على مستوى عيني، ما يبقاش لا تحت ولا فوق. لو فوق هيعمل لي مشاكل في رقبتي، لو تحت هيعمل لي انحناء في العمود الفقري. في نفس المستوى. اخر حاجه لازم نستمع لجسمنا. يعني عندك وجع في الحته دي ومكسل تقوم وتعدل نفسك او تاخد وضع تاني، ومطنش وعمال يتفرج على الفيلم ومطنش، لازم you have to listen to your body. لازم يبقى عندنا ثقافه ان احنا نسمع جسمنا ونستمع اليه. يعني 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 كفايه ان هو لما بيمرض بنقعد نهمله، لما بيبقى مزمن نروح للدكتور ويقول لك العلاج ما جابش نتيجه. انا لا، لازم listen to your body. انا باستاذن حضرتك ان احنا كل حلقه يعني ناخد 5 دقايق نصايح كده، لان ده كلام هام جدا يعني، وده مريح جدا الكلام ده. تحت امرك. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور جمال موسى، اخصائي وعلاج الطبيعي وطبيب ودكتور بي اتش دي علاج طبيعي. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا استاذ محمد. شكرا ليكم. مشكورك شكرا جزيلا استاذ محمد سوعير. يعني انا مش عارف اشكره ازاي النهارده، يعني شرفتني الحلقه كلها، ويا ريت يبقى كل حلقه كده. والله يا اخي محمد انت يعني تشكل يعني صراحه ببرنامجك ومجهودك، يعني نسمه هيك جميله ربنا يخليك بالمجتمع العربي، وبعدين انت انسان معطاء وبرنامجك كله عطاء وكله انسانيه وكله دعم للمجتمع العربي، فانا احييك بن ربنا يعني يخليك مع مشروع الواحد برضه، بوجودك وبوجود السادة المشاهدين بيخرج في الاخر البرنامج، ووجود طبعا الستاف اللي ورا الكاميرا. يا سلام. يعني طبعا المخرج بيقول لي بوجود المخرج ابراهيم يعني. انا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون حلقه استفدنا منها جميعا، والى لقاء الاسبوع القادم. عندنا حلقه الاسبوع القادم، حلقه لايف يوم الخميس القادم، وهنقول لكم الجدول الحلقات اللي بعد كده. وبتمنى لكم دايما ان انتم تكونوا في امان وسلام، وتفائلوا بالخير تجدوه، واحنا كلنا بنتفائل بالخير ان شاء الله يعم علينا جميعا. تصبحوا على خير.